كثير اليوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is KSAC talking to you from Eastport Tint. Is everything okay? Nice. نايس خلاص صوتي طلع الحين في البث. من اول كنت اسولف بس ما كان يطلع صوت ورسم. تبي تكنيكال ديفيكولتيز اي جس. Anyway. We are coming back to you. عندنا مجود و شبيكي. السكور الحين 1 تو 1. طبعا الماتشات بيست اوف 5 فيرست تو 3. يضيع جرانات هو. بيست اوف 5 كلها هي. فيرست تو 3. طبعا البطولة انفيتيشنال في العدد كان قليل شوية بما معناه ان الجيم مطول. هذا شيء مرة حلو. هذا اللي يخش بحق الكات الغريبة. لبس هاي الهترة. anyway. ذا جيم اوكي دخل فور الميد. نايس كان يمكن يكمل سبول ما اتوقع سبول بوش باك. خير كويس ما كمل عشان ما ياكل اوف ماني. اوكي الميد. الميد بوش باك حق كويس. 1 سالينج 4 بلس 1 بلس 2 الهي. فورميشن الضربة. دعسة. ذا جيم باك 4 بس ما جاب منها كونتر هيت. نو حلو عشان يكسر دفاعه. بس مجود واضح انه بدا يتعود على شبيكي. اوكي شبيكي يحاول يبنش انه واضح الضربه بس السيف بس فيها وشباك. حلو. نايس. لايف ليد كلها عند مجود. طبعا مو هو هاي اللايف ليد بس يعني السيف فور سم اكستنت. 1 سالينج 3 4 حلو نايس نايس بونش. طبعا ليه من الشخصيات اللي حقها ال 1 سالينج 4 تجيب دمج مره حلو فيها نك داون والله صح كم كم مره حلو من دريد ديمون ستيل لايف ليد عند ليو. ليو ما يحتاج انه يقرب كثير بسبب ان اللايف ليد عنده يحافظ عليها احسن بس هو اوفنسيف اكثر من هيك يتبع اسلوب اللعب حق الشخص. اوكي حلو نايس راح امسكه عشان يكسر دفاع خصمه يتوتر شويه سلايد لا اه كان يبنش نايس بنش يا عمي حلو ممتاز. طيب حلو انه سوى 1 2 بس ما كمل 4 عشان ما تجي له بعدين اعطاه ميد مره ثانيه عشان يخلي نايس كونتر يا عمري حلو والله. طيب طيب سكرو 1 حلو طيب طيب مره حلو الله يفيد كل عندي نايس ما بوقف بنش. اوكي فقط بيسوي بوقف بنش بس نايس. طبعا تريك سوي الحركه هذه اوكي الله يفيد كل عندي وريو ياخذ جيم. ليف شاولين قفز قفزه هذه اللي هو ارق الديمن على اساس انه لعب مجهود كان مره اوفنسيف. هلو بيردد فيلو بيردد هلو فايف باز هاو از يور داي؟ اي ويش يو ار هافينج فان توداي. فايت فايف باز ما يفولو بيردد كاستر احلى واحد يا اخوك يتكلم في الشارع. اوكي نايس ميد ميد حلو اوكي كونتر هيت نايس بيجيب دمج مره حلو هنا بس ما يطيح الاكسكيوشن اه طاح لا والله دعيت حلو اوكي فوت سيز اجين اوكي 53 نايس خيار مره كويس صار ويداني يقدم. اوكي ميد ميد اللعب مره هذه مره حلو اوكي كونفرميشن لون اجين نايس بنش اه صعبه هذه سهلوها بس لسه صعبه اه طيح كم مره ثانيه كمبوات اللي مره صعبه هاي من الاشياء المره محزنه اللي في الابدي داون فور فور مره شيء كويس ما تنشاف صح انك تسوي لو بيري للثانيه بس اغلب الناس ما يكون عندهم الرياكشن السريع اللي يسوي الشيء داون 1 حلو اه جي جيز ذاتس ذات ذاتس ذات اوه صادف المت نايس حلو السين هذا مره مخيف اذا عرفت تستخدم زي ناس اه الكومبو طاح مره ثانيه يعني هنا بعض المشاكل في شخصيات الهاي اكسكيوشن بعض الاحيان يكون خيارك كويس بس الاكسكيوشن ما يكون معاك فهذه من الخيارات اللي اصحاب اللو مو لو تير اكسكيوشن كاركتر يحطونها في بالهم دائما انه اوكي في احتمال اضيع الكومبو حتى لو انا كويس فدائما يحطون ذا الشيء انه لازم تخاطر يصير الاكسكيوشن حقه. اوكي نايس سكسيز اللايف ليد كلها عند ليو اوه داون فورد 1 قفل الجيم حلو نايس حلو فوتسيز اجين داب دي يرفع مو يرفع مانس 11 مانس 11 بس اللي صار الطاري حق جين كان كان داون 1 داون 1 اجين ما متاكد هي بلس ولا لا بس يتخوف بلس ولا هيتر نقطه. اوكي هوب كيك ما تبنشت رسم بلودي ريزن مع انه سوى داون فورد 1 سرعه 13 فوتسيز اجين اه ساتر حلو كونتر هيت دمج حلو اكسكيوشن مشى يا عمري بسم الله ما شاء الله طق طق اوكي هزمي كان بيسوي سلايد بس ما سواها لانها فيها ريسك مره كبير لحد ما مع انه دمه مره عالي لايف ليد ما تزال عند القديم طيح الكومب الهي اوكي جاب ماجيك فور ضبط بس داون فور فور ان شاء الله اوه اوه اوكي نايس هذا الشات تكلم اسكو شات
round 4. Fight. اوكي سوبر جيم كنترول ليتس جو كنترول فايت من المعلى. اوكي نايس كنترول حلو. اوكي كومبو ما راح الكومبو صعب راح اوكيزيمي عشان جاي الماب مقفل هاي خيار مره كويس. اوكي داون وان اجين وتشيز باك فور بس كان دنك عشان كذا صار اسمه هذا صار مزدح. باخذ وان حلو نايس انتربشن كونفيرم للفور اي 4-3-4 سبينك سمر سولت كويس وتشيز نايس صبر مره جميل من ليو. المفروض شبيكي ما يهاجم لانه لايف ليد عنده الا لو كان عنده شيء في باله. هو كان صراحه للامانه سوى سباك كان بياخذ كل شيء مره كويس بس خربت عليه وهذا هو قاعد بعد ثمن حاليا بس كجراب. اوكي جراب ماينس بشكل عام توب جرابات عاده تكون ماينس اللي هو خلق جيم فتوقع خصمك بيهجم فترجع داون هاند وراء عشان تسوي بونش. ماجيك فور حلو بس كلهم صدعوا حلو تشيز اجين باك فور داون 2 داون 4 2 ايه اسامي مقلوبة بس اتس اوكي اسامي الصور انه لو نغيرها بتقروش كثير. ايه اتس وات اتس حلو لو اوكي طيب القديم لازم يشد لازم يشد حيله حلو حلو داون فورت فور نايس يقفل الجيم يلقى الديمن. ثري ون As far as I know. Technical difficulties. Okay, 2-2. Get ready for the next battle. Okay, hello. Nice. طيب ترى من هذا اسبوع اعود بحذر نايس الجيم والله مش الانترو عطوا بسرعه 1 2 لود اب نايس حلو انه ما في اوه هلو جليتش هاز يور داي ويلكم ماي فيلو كاستر هو كم تو داي تفضل 2 2 لو حلو باك فور داون جاب سترينج وايت ستاندينج صبر جميل حلو 1 2 4 1 حاليا اللايف فيد كلها اليوم ما يحتاج مخاطر ابدا ونايس حلو. لايف فيد مره كويس قبل الفايت. احسبوا لي كي تشارج الفارس. اوكي نايس لو كونفرميشن حلو الفولو اب. اوكي رننج. اوكي نايس باك فور كونتر هيت. باك تو باك تو باك تو كومبو مولع كان جاي من تاك ما شاء الله على الجدار كمل يا عمري حلو الدمج ساخر دمج 70 80 حلو الجدار ورا سبلات لا بعيد حلو بس كان حلو نغير جهات فوت فوت نايس الاسبوع كسرت الجدار بركونه طيب 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 حلو ماك نايس مره ماكس من عارف قاعد تقعد كثير اوكي تيو حلو داب اجين حلو بيسوي داب مره ثانيه لا اوكي اوكي كل واحد منهم بيستنى الماجيك فور بس ما طلعت حلو لا بس ماسك انفورميشن ما ضبط رننج 3 مرتين تو فور 2 نايس حلو ماينس اجين هو ما تجي بعد هيك لكن كان في خيار معين في مخك وللاسف ما ضبط مع انه كان خيار كويس ان شاء الله اوكي نايس وايد وولك اوكي طبعا ما زال لايف ليد عند ليو ليو ياخذ الجيم 3-2 وليو ياخذ الجيم بكل اناقه مجهود يفوز نايس اللهم ارحمهم الحين جيمي شجعوني يا شباب
Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. تست شغال. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد الجبري ذا سام براذر. الان بنعلق على الماتش الثاني، عبد الله الحامد ضد بي كي خالد العتيبي، سيد سيفر ضد بي كي، يوشيميتسو ضد فاكوم رام. طبعا كلهم ما قاعدين يلعبون في المين، سيد سيفر يلعب جن، يوشيميتسو جيجاس. باور كراش نايس، صار 3-4 من سيد سيفر. نايس دان فور 2-3. انا ما ادري سوالها كونفيرم ولا رماها رمي. والبريشر نايس، بيكي طلع من الدار، ايش حيصير؟ اوه باك ثرو، خلاص باي باي. اصلا الباك ثرو تقريبا 50 دمج عند اغلب الشخصيات اتوقع او اعلى. كاونتر هيت كومبو نايس، هذه سيب اللو تعتبر يقدر يوصل الدار. لا ما كان الكومبو اوبتيمال. يا سلام على اللو الانبلوكبل، رحنا راح الانبلوك. اوه دبل هيت، اتوقع الهيت بوكس فوق رام عشان كذا جت دبل هيت. بيرفكت. يا سلام عليك يا خالد. 3-4 دون باك 4، هذه ماينس 14. يوشي اعتقد ما عنده بانش 13 كويس، ولا اتوقع 14 عنده و11، وال11 حقه 14 دمج او حاجه زي كذا، مره ما يبغى. نايس سيت سيفر قريب جدا انه ياخذ الراوند الاول بالنسبه له. 1-1 نايس كونتر الثانيه. كي تشارج ايش حيصير؟ اوه هرب. نايس تجي، ليتس جو. بي كي كم باك. ابو جبري از ذا امبوستر. والله اني مظلوم يا خباز. الاسماء تعدلت يا فارس. 1-0 بي كي. 3-4 دون باك 4 نايس. اوه وهذه الضربه البروكن. 3-4-4 دون باك 4 نايس، يقدر يقتل. اوه حي ابو نجيدي. فار كراش يقدر يوصل جدار فقع. نايس ايش الكومبو اللي حيسوي بكي. نايس دمج، نقص حول 45 من فار كراش، يعتبر جدا خيار جيد. راح للو تريب. يا سلام عليك يا بيكي، والله بيكي حاط في سيت سيفر. 3-4 نايس كاونتر هيت. لا 4-4-2-1. طبعا هذه من اكثر الضربات البروكن في اللعبه، يعني 13 فريم كاونتر هيت يطلع 62 دمج او 60 دمج. واوكي ممتاز صراحه، هذه لازم نرف، وانا متاكد في السيزون 4 حيكون نرف. نو لانش بانيك. 3-4-4 مع محمد. حي الله الشيخ عبد العزيز، شلونك؟ والله الحمد لله. شفت الريجارد حق بي كي قبل شوي؟ لا ما مداني والله، فاتك نايس. بس انا لحقت على اخر ايام بي كي وهو يجرب يوشيميتسو، كان شغله كان لعبه لطيف يعني، بس احس انه الحين صار متقن اكثر. اي اكيد، بس لا زال تريكي شوي. عدا من الناس المفضلين عندي اتابعهم اي ميوزيشن طبعا. اوه اي مره احب اشوف الجميع. اي ميوزيشن نايس، هذه ماينس 11. اوه كراش هاي نايس. بس فاكم رام الحين فايبل؟ اي اغلب الناس يحطونه توب 1 توب 2 الحين، بعد كذا اخذها ما اخذ الا نرف واحد، وكان قوي بالنسبه لي لان الهيت بوكس عدموه غيروه، خلوه زي جاك وجيجاس. والسايد ستيب غيروها، اي صار مره ضعيف، اي زي صار رخم يعني. اي
ولسه توب لسه انا اني بعيد شوي عن السين اي لا لا التولز حقته لا زالت يعني بروكن. نايس راح للو هذا الريج درايف مره قوي يوصل يقدر يسوي كمباك فكم رام داون فور داون فور او ماي جاد شوف بيكيه الوصف صبر عطاه توكيك ضربه واحده يحتاجها كلها اصلا دمجها خمسه يعني ما كان بس تقتل يعني كانت عبد الله يسال وين جيجس والله بيكيه ما ينزل جيجس الا للناس الكويسين ممكن هذا يعني ابو جبريل مكوي نايس كاونتر اوكي وايد ساندك تريك كان يقدر يكمل كومبو داون فور مون مون يا سلام ادي ناتشرال كومبو داون فور دون تو نايس اجريسف مره يعني سيد سفر هذا اسلوب فكم ران المفروض يستغلها بيكا يعطيه الفلاش وجهه سيف فلاشات انا احس ان بيكا ناسي يوشي شوي نايس كومبو اوه انبلوكبل او ماي جاد بس هذه مو زي الثانيه كوي. هذه ما بقدر اكمل عليها كومبو لا لا اوه نايس خرفها من الارض نايس الهيت بوكس حقه ممتاز دام فرضه ايش رايك في فاكم رام كشخصيه نايس بانش اشتقت بروس في من ريحه بروس نايس وايد سلم ثري يعني جوزي ما كانت بديل كافي لا ما تعب في مكان اسف يا عبد الله بس جوزي ما كانت شخصيه كويسه هو تركها بس لا زال يحبها نايس اعتقد انها هذه ماينس 14 اي بانش كان بانش غريبه قدر ياخذ ثلاث روندات ورا بعض على الصفر بعد ما اخذ منه في كيت تو جيم اي والله مشروع كمباك ممكن واضح انه بدا يعرف الماتش اي ويوشيميتسو اصلا جيميكي كاركتر جدا اي نايس هومينج شوف شوف هذا جرانتيد اللو الان اوه يعني كانت ما هي جرانتيد على فكم رام بس الان بعد الباتش الاخير صارت جرانتيد داون فور نايس مع انه شوف الدمج ضعيف عند الجدار ما يقدر يكمل ما يقدر يكمل نايس راح للو اسبح عبد الله هذه الفنش حقها مو بذاك الزود حبيبي يا عبد الله انا اشتقت لك اكثر ما يمديك تسوي لو فيري نايس 3 4 4 نايس داون باك 4 ما تصيد الارض داون 4 وداون 4 3 هي اللي تصيد من الارض عند فكم رام من ناحيه اللوات داون 4 طبعا الرجل المزعه هذه من بروس صح؟ ها؟ الرجل المزعه والركب الثلاثه نايس لوكابول هذه بلس 1 1 بلس 2 ثرو هذه كانت مره صعبه انها تنفك ايش حيصير؟ 3 4 نو بانش نايس 6 بوينت البي كي سيت سيفر عنده بوينت يا احمد 2-1 داون 4 يا سلام هذه ماينس 13 نايس بانش كان بانش اتوقع اللي فرق انه في البدايه كان يلحس بحركات يوشيميتسو كثيره سيد سفر صح بعدين صار ما يناظر ايه صار يرمي صار بس يهجم يرمي هيت بوكسات وتجي نايس اوكي راح الامبلوكبل لك اوه ماي جاد نايس اول ما تحترم يوشيميتسو خلاص امبلوكبل جي جيز عاد احد المواقف الظريفه جدا كانت في الايموزيشن كان لعب ضد هوندا مو بهوندا شو اسم السومو حق تكن جانريو فقال تعرفون انه احلى شيء في جانريو انه مستحيل يفوز عليه شيمتسو ليش؟ بعد ما تشب ما عنده فانش الا 12 فريم اللي جاب حقه صح الرجلين حقه شيمتسو هومينج و12 فريم ما يقدر يفنشها جانريو سواها يمكن 50 مره في هذاك الماتش ايموزيشن وفاز جنري ما قدر يشوف اللي ينزل نظر. تحت كذا وي لا يلف كذا يضرب برجلين ثنتين ويبدا يطير بسيفه فهمت اوه صح 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 انه البنش عليها 12 هي كان لانه لو بتقفل عليها ايه كان طقه جاب يطيح صح تكمل عليه ست غرفه من الارض كومبو جنري وما عنده شيء تحت 12 صح واذا سوى العشره حيطيح يعني هو عنده عشره بس ما يقدر ما يسوي بيك اب صح فكان شويه يضحك عبد الله حط وجه ثامر انا ابغى الايموت هذا هذا عندكم في سبورتين صح اذا حد سوى لكم سبسكرايب هذا حقنا يا نايس
طبعا شكرا عبد الله على السبسكرايب تويتش برايم. صار لي اسبوع ما لعبت الا بليز بلو وتو نزلت تكن. قاعد احاول اسوي بارير، قاعد اسوي بيرست بنص الكومبو ابغى افكه. ايه اشوف كومباتك بزفينه ضعيفه شوي. ما مره مره. ترى شباز جيد، ما ادري لعبت معاه ولا شفت جيم بلاي له. لا ابد. لعبت مع ريان. ريان يطقطق بزفينه، ما هو مره جدي فيها. شفت حقه جلال. جلال جيميكي شوي. بس ما يعني ما تعلمت اشياء جديده. ايه. ريان علمني كم شيء. أرسلان طيب؟ لا أشوف حقة أرسلان وأشوف حقة هو تقريباً الأفضل في الساحة شانيل. نعم هم اللي مميزين شوي يعني هم already top players فما أي تعرف وش الأشياء اللي تسويها عشان تسوي بريشر تعرف صح أحسن أشياء سلسة ما عمري لعبت ضد قيس وعد شمان بغض النظر عن قيس هو كويس أريد. كويس إيه مرة يعني كان يفوز عليه قبل حتى قبل فينا والله ما شاء الله عليه عيال الزعاق كلهم عندنا ياز ضد بودو سول ياز بلاير 1 وبودو سول بلاير 2 اتوقع كالعاده لان كلهم بودو سول اللي كل بطوله يلعب شخصيه لا بس ايه لا الان كل بطوله نفسها يلعب اكثر من شخصيه الان اخذ شخصيتي لا معليش يزيد طبعا يعني تدريباتك والله بالعكس انا احاول اساعد غازي في وقت عاد هو مخه نظيف غازي بس احس انه عجل ما يصبر إيه. وفلاشي يبغى بس والله كويس يعني انا يصفقني دايم ف ويصفقني كل شخصياته إيه. ما تفرق معاه يعني تقدر تاخذها عدياز بول معروف لا يعرف معروف يزيد زيد السيدي طبعا يزيد بالستيك طبعا خلاص لا كمل سنة انا على خبري انه كان توه يبدا يطقطق فيها حتى بالبدايه ضره ترى مره اداءه كان مو نايس بانش ولا 7 2 1 يقدر يوصل جدار لا طيح الكومبو 4 2 1 هذه يزيد دائما يسوي لك كونفيرم هي ما هي هيت كونفيرم بالمفهوم اللي نعرفه هو هيت كونفيرم انه يكنسل او ما يكنسل نو بانش للدفس نايس شوف التهديد يقدر يسوي لك او لا تضيع نايس نوت باد كومبو طلع دمج عالي دون باك 3 بلس 2 باك 2 2 يا سلام عليك انا مره اكره بوب ليش بلاسيس كذا احس انه عنده تولز مو بعندنا يا اخي ما عنده لانشر باد كومبو ما عنده لانشر 15 حتى زفينا 16 صح زفينا ايه ظاهر نايس كونفيرم ممكن باك 2 2 داون باك فور هذه مس انبوت للو سويب كلاعب بوب يعني اعرف شيء هذا نايس نطحه عاد يزيد يكره بوب باك 1 2 ديفيز باك 1 2 يا سلام ايا باور كراش بوب طبعا يعني من رايي الخاص انه افضل باور كراش في اللعبه اوبا كلاوز اللاي اي حق نيجن لاش بانش نايس ده يوصل الجدار او كومبوي باك تو تو نايس غازي يا سلام على الكومبو الاوكي هذا ماني ستن اذا ما شحنها بشكل كامل 1 2 نايس يا الله فول هذا يزيد الكومبات ما يفوتها يغصي مرة لا 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 او ماي جاد يخبيت ما قلنا انه قبل شيء يسوي كومبو غازي مكسبين وخلص الراوند تيكن 7 دام باك 3 دام باك 3 سيزون 4 وين باد بانش من يزيد واو سيزون يشتكون منه يقول يلا سيزون الجاي سيزون الجاي ولسه سيزون الجاي ولسه قاعد بكم لو سويب نايس بلوك نايس كومبو الجدار كان حيخرب عليه نايس بانش كراوش داش 1 داون باك 3 باد بانش او ماي جاد يزيد از ذا وينر اوف ذا فيرست جيم نايس يزيد يوم تو القطه هو مقلوب ما كان فرض يعطيه ب ريت ارت حقه أيوة كانسل لا لانه هو دمج غازي كان عالي ولو سوى الريت ارت كانسل يعني الجدار كان مايل شوي فما يقدر يطلع الدمج العالي ما فهو يجيب الكونفيرم حقه اي فهو قرر انه يحافظ عليه اوكي شوف قلب فيه الجيم اي نايس هذه ماني ستن اذا ما شحن ديمومان جارانتيد لا نطحه فورد نايس كونفيرم
بازي نايس يا سلام 1 2 طبعا يزيد ما تضمنه في اي لحظه اي لحظه ممكن تشوف كم باك نايس فول غدار جدا يعني تو كان عنده ادفانتج ثلاث ارباع الهيرف بوب وضاع عليها تو ميكس اب كراوش داش هذه يقدر يكمل عليها باد كومبو ثرو ايش حيروح طبعا فول عنده جدا ميكس اب قوي من الثرو اللي على الارض نو بانش من غازي باك وين تو ناس وبانش اوه وول سبلات هذه انكاونتر هذه جديده لا لا موجوده بس لعيبه فول ما يحبون يستعملونها اول مره اشوفها بس على الجدار اي لانه هو السبلات والثاني كاونتر هيت كومبو فبعض الاحيان الناس تضبط يعني نايس بانش وطى ورفع عطها هاديه والبريشر بوب من افضل الشخصيات عند الجدار مو بس ثرو دنقها لكن ما بنش ايش حيصير؟ تحفظ يا سلام كاونتر هيت يوصل الجدار كتف ما جاء على الراس نايس نرد حياتك في غازي يا سلام عليك هذه بانش مضمون دائما مضمونه هذه ريجارد راح للو سويب خلاص ديد اذا الجدار ما خرب ديد لا الجدار حيخرب نايس كونفرجن من يزيد نايس نايس اوكي باك 1 نايس نو دك من يزيد غازي يحاول يسوي هيد كونفيرم الثانيه في ويندو صغير للهيد كونفيرم سلام راح للرول نايس ستيب من يزيد ماينس 11 لكن البوش باك ما يقدر يبنش نايس وفنش تحفظ كبير من اللاعبين هدوا شوي شفت 30 ثانيه ولا واحد تعدى نص الهدف باك 1 نايس او باك 2 هي ما اعرف صراحه لا لا باك 2 سوري باك 2 الفرق دي باك 1 اللي هي ال اوه جاب صراحه انا ما اقدر اكمل والله دمج تدري كم؟ 34 دمج قبل شوي الجدار الحالة لسه ببغى الشاشه لسه ببغى ما جيت بطولة رياض دوجو الماضية ما قدرت حتى ثامر نبه علي قال تراها بذاك اليوم حصل لي ظرف وما قدرت اجي لحقت على الفاينل بس والله ثامر جاء وكجول بيدين ورجلين ما شاء الله عليه جنب بيت ثامر كان ايه وقال يجيكم مشي حتى جلتش عند الستيكر حق ثامر ليتس جو طبعا شكر كبير لاي سبورت تنت اي والله يعطيهم العافيه والله ما قصروا انت منهم يعني عاد لا تسوي نايس هذه كلها جرانتيد صراحه ما قصروا هذه بطوله الانفيتيشنال للشباب الرياض فقط لكن هي فقط بدايه لان شاء الله المشوار فيه كثير من البطولات ندشن المكان ونبدا وكذا نشوف الشباب والله اقسم بايات الله يعني اللي ما جاء المكان خرافي والله خرافي ان شاء الله في بطولات قريبه مفتوحه ان شاء الله يا رب طبعا الاوضاع الان صعبه فما ما في كل الشباب بداوا يرجعون الحين ست بوينت ليزيد ما يسحبنا على المباراه شوي يسحبنا على المباراه بعدها يزيد يا اخي شال راوندين يا رجل ايش تسوي احنا لسه نبي نتكلم ست بوينت ليزيد خلاص بول عنده حركات تدمر اللي ما يعرفها عرفت صح زي القدام قدام فور فور اي فور اي هذه مستحيل تشوف البروز يسوونها لكن دائما تزبط في البطولات اللي زي هذه كذا بعض الاحيان تجيك من تحت الارض وتقتل تسوي لك لو كرش وتعطيك كومبو طويل ستيلينج حقها سيء يزيد في بطوله رياض دوجو خذ جيم من جنزو بسببها اي سوى سيت اب وراح وجنزو قام ودت فيه تجي ننساها دايم جست دو ات يس وما نبنشها قوه هي اصلا سيف وتصير بلس في مواقف معينه ف يس 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 يعتمد على رينجي طبعا جي جي مره ممتاز وارد لك كنت بقول انه بداوا اصلا الشركات حتى اللي اوريدي الى الحين يشتغلون من البيت بداوا يرجعون ف لا لا الاوضاع افضل الرجعه قريبه مره 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 بس هو في تعليمات من وزارة الداخلية انه لا يزيد العدد عن 50 شخص 50 شخص نعم 50 عدد مناسب ما ادري اذا على المحل كان بس مكتبنا يعني يشيل 40 بالراحة يشيل في كراسي برا اتوقع يعني مو شرط الكل يكون في ايه
ها؟ اوكي اسال ثامن. محمد تلعب؟ كجلون؟ يلا انا بروح. لا لا بطولة. اه بطولة جيم كوم. اللوزر انا ومحمد وياك. اوكي ام باك يا شباب. صفقت من بيكيه يوشيميتسو تنمر علي ومشينا والى الحمد منه. الان الحين مش اشياء غريبه الحين اوه كموز ايوه كموز مبارك خالد يا اخي تعبتنا يا اخي يوم في ستريمي يوم في ستريمي عيال يوم مدري وين يا اخي ما شاء الله عليك يا اخي عرفت الناس كلهم زيك خشوا كل الستريمات. اوكي عندنا الحين بيكي فيرسس سام برادر. طبعا الشباب عندهم هذه ريفنج ماتش بسبب الامونج اس كانوا يلعبون مع بعض فتره في السين حق بيكي فنعم يا بطولة الوقت نعم هذه بطولة جميلة رائعة بين اي سبورت تشنت البطولة اسمها نعود بحذر طبعا البطولة انفيتيشنال I have the honor to be invited here to be a commentator and to be a player for some bloody reason سكرت بلاير فأنت وصورت كذا قالوا لي تعال العب ماني سبحان المهم عندنا بيكي فيرسس سام برادر لا اله الا الله هذا وينرز صوره زينه يا وينرز فايس عندنا سام برادر وعندنا بيكي طيب بيكي المره هاي مستمر بيوشيميتسو ما حول جيجاس اي وندر واي كموز كموز شوف لو دارك لو قلت كيف بنادلك على طول ما عليه اتس اوكي هو ضارب كذا قالوا كيس اسيد قديم في الموضوع سيد سيلفر فيلا يلا جيبوا خلوا يلعب معانا anyway يبدا الجيم 4 2 يلعب نجاح يا رجل دور اوكي لا نيفر مايند نجاحه كويسه اوكي حلو سكرو نايس وكزيمي حلو نايس اوكي لا 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 بيكي مولع ما شاء الله تبارك الله لايك يكون عند بيكي الحين نايس 2-3 اي جس اجين يا عمري نايس دك لا لا بيكي اليوم ما شاء الله تبارك الله مولع Mind games. حلو. اوكي. سكرو. فايت. حلو. كومبو حلو. اوكي راح للدمج. انت ليش؟ لان القاعدة يروح لوكي زلي. حلو سويب يا ساتر. الحين مومنتوم كله عند بوب. فورد 1 لا ما في فورد 1 اوكي. جاب. اوكي هات بنش. نايس بنش. حلو. فورد 2 اجين. انا عجبني كيك قاعد يرمي رفعات مرة كويسة. نايس فلور. كنت اخير. حلو. الصدق راح الستيشن عشان يبغى ريسيت كخ مرة في الكارت كويس خلاص ما بعد ريسيت مرة كويس اوه نو اي سانينج فور بس رانينج فور 3 4 اوه اي سي فايف باس لعب معاه لا لا طبعا شباب الرياض من يعني كيف اقول لك من افضل صراحة اللاعبين في تيك توك نفس اوكي جدة والشرقية كمان فيهم لاعبين ما شاء الله مرة كويسين لكن بشكل عام ترى الرياض كويسين مرة نفس الشيء مع الجنوب والجنوب الشرقية والغربية ما قصد شيء بس اوكي نرجع الجيم ولا تفصل لنا فرصة غريبة اوكي نايس بونش حلو لا عشان يفور افور تو اوكي طبعا حطوا في بالكم ان سام براذر له فترة بلعب ما لعب اللعبة بسبب انه صار لاعب كول اوف ديوتي صراحة احسن واحد ترى افضل لاعب كول اوف ديوتي في وورزون نحت وينز
نفر 2 كونتر هيت عملي حلو باك باك سكرو السكس نايس دامج الله طعنت سكيل اوكي شوف الحين انا ما احس بالذنب انا طعنت هذه وموت بوب طعنت هذه وبات ومين لعب بوب حمد الجبري نايس كونتر هيت عملي خلاص ابو جبري عصب حلو طق طق طيب يا ابو جبري ما شاء الله عليه اي لعب يلعب يصير واحد من التوب من الثمانية لعب كوف ديوتي وجاب الاول حلو نايس اللايف ليد كلها عند بوب 1 1 2 اجين دو ات اجين نايس داون فور الكراش داون فور مرة خيار جميل فاز اجين بوب سام برادر جيم سام برادر يا بيرفكت يو وين اوكي فوت سيت داون فور 2 في واحد قاعد اوه نايس فايت سيت في الكراود وايت سالينج 2 1 نايس حلو دمج ممتاز نايس 2 2 اوكي سلاحة غريبة سيف ضربة السيف الثانية نايس كرر كل شيء بدون ما يحتاج يفكر انه يكرر اوكي تشارج اوه نو حلو نايس واو وات ذا هيل بيرث بوب يا اخوك ايش ذا اجين يا ساتر اوكي اسمع تراش توك بين اللاعبين يا ساتر اوكي مره القاتلة يا ساتر اوه زحلق ما زحلق ما يبني الناس اوه لو وات ذا هيل نايس سوى سايد وورك مشى جنبه وقال له اي برو وات ار دوينج فايت ايوه بولي مي اوكي واتسابينج 2 2 بس والله بطل كلها كامله شوري اوكي على شركة هذه كاشو شي يس اوكي نايس بانش لا حلو 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 سكرو روحوا كزيمي لا بيروحوا الدمج لا والله روحوا كزيمي نايس خير جميل بس قامت بي كي كانت مره كويسه حلو ما كمل سترينج داون 2 هذه صراحه اكرهها مره انها سيف بس فرض انها سيف يعني لو كانت ما سيف 2 4 2 4 حلو ما ضبط معاه هذا مو ابو جبريل يا اش بي كي اوكي فول كراش 4 اوكي بعدين لمس حق يوشيشي مره حلو يوشيشي مره حلو اوكي اف 1 بلس 2 اف 1 4 حلو لا اف 1 بلس 1 نايس حلو حاليا اللايف ليد عند بي كي لعب سيف نايس داك يا عمري حلو طق 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 قاعد اقعد كثير ماني عارف ايش فيني اليوم الله يستر بس تنك اريد ديد ها اوكي داون فور 2 اجين اوكي كل واحد قاعد اوكي هاي داون فور 4 حلو نايس كونتر حلو داون فور اوكي جيمي اجين مرة ضرب ما غلط طيب هذيك لازم يسوي حاجة وكله كونتر هيت لأنه سوى حاجة ايزي ايزي 2 1 اوكي اجين نايس الكنترول عندنا مرة خطير حيل الكنترول شباب نايس كونتر هيت ويفو اوه نايس اعطاها ضربة عرضة اوكي اف 4 This sucks. حلو. ارمي. نايس. بلوك مرة كويس. يا ساتر. يا فيرست 2 3. بيست اوف 5. يا اخي ويف ويف وهذا يتحرك. نايس دك. ما بلنا شيء زي الناس. الظاهر هو يبي يقتله بميم. حرفيا بيقتله بميم. يس. ماي سيتنج فور. But I have no speed. It's okay. 5 bars. You can do it. نفسي. اوكي نايس. نايس 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 الشات مره حلوه اليوم يا ريت الشات دايم زي كذا يكون تحسن نايس اكستنشن جديد اللي كان جديد بس خلاص بيطلع سيزون 4 ان شاء الله صالح بالنسكويت نرجع نلعب زي الناس 4 نايس ما كمل بس هو شفت كونفلت اوكي اوكي بيكي قاعد يرمي اشياء في الجو اوكي قاعد يهيل اوكي نايس هاي ليفل امونج اس قاعد يصير كل واحد قاعد يخطئ الثاني ما في ريسبكت واو نايس مسكه هي نفسه بيكي الحين قرب صار يلعب ايش بالضبط يعني هي نفسه بس نايس حلو لو اوكي نايس دك اوه واو صح نفس الشيء الثاني مروحه اوه صاد المروحه هيت شارج لا بيكي مو كذا بيكي ايش هذا؟ واي حرام انا زعلت اوكي كانجرو كيك ضبط لو بلس خمسه اتوقع كذا كذا خمسه اربعه فرصة كراوت حلو نايس بس مرة كويس اوفر 2 نوت يا ساتر 2 اوفر 2 حلو
ما استعمل النص حقه ما يحتاج. كان نايس. اوكي انتو ما كمل هاي عشان عارف انه بيكي انه بوب سام رضب بيدنك هاي لو كملها. رانينج 3 يفوق دفاع بوب بس مو عارف كيف بدي لا بتفلع جدي. وهكذا ينتهي الجيم لصالح سام رضب. نايس القفز الخفشارية. قداية نايس. نسان براذر بيلعب الظاهر مرة ثانية. جيم اوكي واو شكلي بلعب مع غازي. ذاتس هاد هاو كان اي دو ذات. اوكي عندنا شامان versus the Sun Brother. بالانجليزية حق يختير صح؟ على فكرة يا شباب احب اقول لكم انه عندنا في سبورت تنت احنا صرنا افيليات يعني يمديكم تكون سبسكرايب لقناة تويتش حقتنا وتصيرون يجيكم ريموت يجيكم ثامر هذا ويجيكم كمان ايموت حقت انكم ذا فيرست سبسكرايبر تو ذا شانل. ثينك اباوت ات. وفي ايموت ثاني كمان جاي في الطريق شغالين عليه. نايس بالضبط. كل ما صار سبسكرايب اكثر كل ما صار يمدينا نديك ايموت اكثر ورائعه اكثر حلوه زيكم طبعا. هذا ثامر سبرايز ثامر هاي يصير لما تاكل السويب. اوكي عندنا شامان ذا سان براذر. اوكي شمال طبعا لاعب قيس طبعا من الاشياء الحلوه في شمال ترى يلعب كمان قيس في كينج اوف فايترز فاتل فيوري ذكر جربهم قريب. اوكي ويلكم اوكي طبعا مش متاكد من المارش اب اوكتوبيت وينرز. نايس نعود ونعود قلتها نعود. اوكي فايت بالجيم قيس يون قيس. اوكي في حاجه غريبه صارت. اوه كنترولرز. اوكي طبعا سام براذر عادي عنده اس فار از اي تيل يعني سمح لخصمه انه يغير الاشياء هذه. كم بس الليكس؟ اتس اوكي. يا طيب سووا ريست الجيم. اوكي قيس. شلون قيس؟ طبعا اسم كيف مره حلو في الالعاب الفتره هذه. اوكي لو 4 2 كونتر يا ساتر قتلت المسافه حقي. الجدار طيب اوكي ما ادري في شيء كله كامل. حلو راح الميد حلو ليش؟ سام براذر مستعجل مره. اتوقع ان يبي يصبر اكثر. اوكي لو هذا مش صعب. حلو نايس. في اكن. خرج حلو. نايس لو بلس. اجين. فكات سام رضا مره كويس بس هو عنده جدار لازم ينتبه. اوكي نايس لو. سيت كملها كامله. كمل. اوكي نايس بوك حلو. حلو كملها احمد. سوى باري اتوقع الوايسلينج فور بس كيف متاخر. حلو. جيم. كل لايف هيلين بوب انا لو ابيس خفيف لو اجين حلو قاعد يجمع دمج من البوكس. ما صار فير. اوكي نايس فاني ولو انه يعني مو شيء اللي يعور ما كان يمديه يمسك بس كان يمكن خاص من دريبو من شوية بطاقة. هاي تبلش نايس حلو احمد. البطولة في موقع رز ياب اي سبورت ستيشن. حلو لكن طبعا بطولة ترى انفيتيشنال ما ودي كذا انه اخش لكن حياكم شوف جوجل على ريز تلاقونه في الويب مابس 1-1 نايس مو حق الكل مو كذا يا اخي لا حياكم طبعا المركز مركز مفتوح طبعا اتكلم عن البطولة بشكل عام انفيتيشنال
بس بالنسبه للجمهور اتوقع عادي جمهور يجي. يا اتس اوكي. البطولات الجايه بتنفتح عشان قريبه مره بشكل عام. يمكن حتى ما تكون انفيتيشن تكون الكل. يس نايس بيري هاي بيري بريدكتبل حلو داون فور. يا ساتر وين بدر عنكم يا جماعه الخير؟ شوفوا اللعب الحلو يا ساتر. نايس اعطاه كف ورد يور ليك. حلو اوكي شمان بدي يسخن. حلو يا ساتر اها تفضل ما شاء الله اي جس ما شاء الله حلو دبل لو لو ضارب الاصوات. نايس ما شاء الله تبارك الله على الجدار على الجدار كمان فقط سيك. انا زعلت. حلو مسكه ارجع الجدار اوكي حلو الهاي نو دك بس اعطاه له طبعا دائما ضربات السيف تكون عرضه بعد الصدمه اوكي قتلوا قتلوا يا ساتر كلها من سلايد. ميت نو نايس دك جاب للاف 3 صارت تجي حتى الكوتر هيت فمره كويس عند الجدار بس هو سبلات او الكوتر هيت يا ساتر الجدار نايس اوبتمايزيشن باك باك دمج يا اخوك 70 اتوقع حلو اوه الكرشه اوكي لو اوكي لو نايس حلو طيب اه ويع كومب اه اوكي اتس اوكي حلو اتبوك اه لا هيبقى يمسك مره ثانيه بس هو سوى ال ويك اب 3 طبعا سام برضه يحب يستعملها انه يسوي واتش بلاك بالجدار هي مره كويسه. طيب غير الماب. هيو ووريرز ميتس يا كوزو هيا الله حلوين هيا المياين هالحزه. المشكله دائما ما اقول كلمه هذا لما يكلمني واحد من الشرقيه انا اسف. نورك حبيب قلبي. اوه كمان كمل الانترو يا اخوك خلنا نستمتع. اوكي نايس نايس هذا سبي عمري ما شاء الله مرحله حقيس لازم يعكن. اوكي جاب داون لو حلو نايس حلو ريك فور سكرو فج 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 اقدر يا عمري حلو اه ضحك اول حلو هذا مين كان بيسوي شيء احسن من كذا بس اوكي اظن ات وركس السويب لا بس كده. حلو داون فور حلو اللي هو جيت اه ريج درايف حلو نايس ثرو بريك حلو كومينج ون ون اجين اه جي جي لا كانت بعد والله ما ينعرف كانت حلو اوكي جيم سام براذر حلو راوند لطه نايس بك بك ورا حلو نايس سجل اخي سجل يا عمري على الجدار وول باونس دوت اجين دوت اجين يا عمري اه طيح الجدار ما طيح طيح الكومبو صح مو طيح الجدار الجدار موجود مكانه حلو اه طيح ايش بقول اسكر قاعد اعطيك كومبوات يا ساتر اتس اوكي اتس اوكي بس يسعى كومبوات يا اخوي هذا الغاز حلو وول باونس ضيعها اه ما ادري يا ساتر بلش حلو المسكه اوكي راح للدمج راح للدمج حلو اوه نايس ايكن خير مره كويس ال ستاندينج 2 1 ال ستاندينج 2 1 كل اسى واسد لايف فيت كلها عند بوب وول باونس حلو بديك تصير جدار الحين ضبطها زين ناس ها كمان فكت سيك اتس اوكي اتس اوكي تراب ربطت اوكي باك 1 1 2 حلو خيار تمين بانش مره كويس يا عمري حلو جاب زي هيك حلو خطير نايس باك بريك بانش مره كويس اوكي حلو نايس سكرو الجدار يا عمري كومبو فيديو دبل ريد بوكن نايس جاياكن نايس اه الفاين بوي حقي حق السكيب بده يطلع اوكي نايس وول باونس وول باونس وول لا يس هيك انا اسمع جاياكن اجين اكو سيتنج فور ما طلعت اوكي يا وول باونس وول سبات الهي يا ساتر كومبو فيديو دقوا على هردة سريع هردة الو ايش اللي صار اوكي سام برذر
يسوون. Okay, nice. Wait, oh my god, look at that! Glitch كان أول سبسكرايبر للقناة. اوه فخم رم. خيار كويس. مبروك يا شباب، جاكم أول سبسكرايبر. Glitch. ها. اوكي اوكي. ما طلع اوكي كان يستعمل بوينتس. اوكي تواز تراب حلو. 1 1 2 ساندينج 4 ما ضبط. 1 1 2 اجين داون 4 اللو هذه مره قويه. اجين داون 4 نسوي تشيكينج حلو. اوكي سترينج 4 داون 3 بس 4 اوكي نايس. يا ساتر لا اوكي حلو راح للسينج اللي سيف. والله نايس بلوك ما شاء الله تبارك الله. خيار مره كويس بس حلو. 1 2 1 2 اجين 3 لو نايس حلو. 1 2 4 2 حلو ما تبي تنيجا. اتوقع عندي الحين يسوي الشارج مالينج 3 ما ضبطت. حلو نايس شارج حلو. الحين ما يدي يستعمل مره ثانيه لو خلاص بيصير يركب البوب. صار مره بركب رفعوه لا طق طق طق. اوه دمج سكيل يقل من الاخرار. هذه الفايس الثانيه 3 اللي اقول لكم عليها تحب تستعملها بوب. تحب تستعملها بس ام براذر فاك ببلاش. اوكي طيب اشترك يا اخوك يا ساتر. فور داون فور حلو. اوكي دون فورد ون. اوكي كمان قاعد ياخذ دمج. اوكي نور مايند اللايف راح من كمان سكرو لو بيري مره كويس. اوف واو وات ذا هيل والله بوب على يسار بعيد يا سالم. سكرو عمري حلو قتلوه. لا طاح يطيح الكامبو. لا اله الا الله. لا 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 يا جماعه انا ايم سايدنج وذ شمان صراحه. ايم سوري اباوت ذات. اوه نايس بوك خلاص صراحه. جيزي نايس 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 جميل للكل. انا اوف ستريم. اوكي اوكي الحين بيلعب بصوره مع ياس في الستريم. انا اعتذر منكم بروح العب مع غازي اهدد انه ما رجع البيت وفاز علي. يا والله امزح غازي يعتبر اخوي. الله يستر. ريان هيك على السرير ليتس جو. في حركات. هذا المايك. حلو حلو. حي الله الشباب. طبعا مفروض اليوم كان معنا عمر
وشاباز، لكن لظروف القاهرة كلهم ما اعتذروا اليوم، لكن الشباب اللي فيه هنا يصفون ويقفون. نعيد ونكرر، طبعا البطولة هذه انفيتيشنال. ما شاء الله تبارك الله، اي سبورت تنت امتلكوا مكتب جديد زي ما انتم شايفين في الكامات ورا ريان، تقريبا واضح جزء من المكتب. هذا المكتب ان شاء الله حيكون فيه بطولات دورية لبطولة تكن. طبعا الان بس تجربة للمكان، فعشان كذا البطولة كانت انفيتيشنال. كذلك الان الفترة كورونا، فالشباب ما هم حابين انه يعني العدد لو كان مفتوح، يعني في الرياض كمية لعيبة ما شاء الله اكثر يعني، ففي تخوف ان العدد يكون كبير مرة. فهذه البطولة انفيتيشن، لكن البطولات الجاية ان شاء الله بتكون مفتوح للجميع ويمتعونا كالعادة اسبورتنت بتنظيمهم الخرافي والجو الحماسي الموجود في بطولاتهم. بداية موفقة من موردك تورا، نايس. غير الشاشة حقت ال نايس 3 3 نايس، يزيد راح الخيارات اللو كثير، والاسامي بعد ما تغيرت. ايه في العافية، لا موصل لك بعد من تحت. ليتس جو نايس. طبعا ما اللي يعرف انه تورا نايس شريدر، اللي يعرفه تورا ويزيد مباريتهم دائما قريبة، يعني في البطولات يزيد يطلع تورا بعض الاحيان تفلة ليتس جو، وتورا يطلع يزيد بعض الاحيان، فالمباريات متساوية. طبعا نشجع تورا ويا رب يزيد يخسر. مركز يزيد، انا عليت صوت عشان يسمعني. باك وان تو نايس، جارنتيد فولو اب. هذه شريدر للمرة الثانية يقتل 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 يقتل، يخرب بيت الشخصية يا شيخ. اوه ماي جاد، 1-0 ستيت سيلكت. طبعا اوف كريكتر سيلكت اسكو. طبعا تورا اوف ستريم كان يلعب مع مجود وتقدم عليه مجود 2-1 وقلبها، فيعني فالان النتيجة 1-0 ما تدل على اي شيء. فينج ليتس جو، مين؟ لا الجهة صح، بس انه يزيد 1 بوينت سو يسار. ايه اوكي طيب، عشان ما يهزم. ايش قاعد تقول يا فارس؟ بداية موفقة من يزيد، تورا حول فينج، ايش حيصير؟ توفيق للاعبين. نايس باك وان تو بانش يزيد. هذه والله ما ادري باك وان هي ولا فور وان بصراحه، بس ان ال 10 فريم كاونتر هيت لانش كومبو، سوري ميني كومبو. نايس جارنتيد، اوه الجدار خرب عليه. نايس والله كم باك من لا شيء. نايس تكتيف، يعني يزيد بس عند الجدار يمكن 5 ثواني شال كل دم تورا تقريبا. هذا مانيس 11 لكن عليها بوش باك. جن نفسه عنده نفس الحركه هذه لكن سيف، ما ادري ليش يعني. طبعا مانيس 11 بوش باك ما تتبنش الا في سيتويشن معين او شخصيات معينه جيجر تقريبا. نايس كومبو من تورا، السترينج الجديد هذا اللي اضافوه في سيزون 3. اوه ماي جاد، داون 2 داون 4 هي. نايس وا تورا شال نص الهيلث من فوكس بس. فينج يركب عليه جاب ديث فيست. اوه ماي جاد اوه ماي جاد، ذيس كاركتر اقسم بيت الله بروكن والله، كم باك من لا شيء والله. سايد ستيب 3 نايس بيري، هذا مانس 12 اتوقع. نايس
هالك ستاندينج فور. تورا متحفظ شوي. نايس ستيب ستيب. يا الله ذا الستيب الكاتش نيرت ان شاء الله في سيزون فور. نايس باك وان تو. يزيد يبدو جيد جدا اليوم. نايس مانش 14. نايس بانش. وايلد ستاندينج 3 2. تورا مو عارف ايش حيكمل ولا يرجع ماردك ولا عنده اليسا عنده زفينا. راح الكاركتر ولا وين راح؟ لا لا راح كاركتر اتوقع. ايوه كاركتر. رجع ماردك. تورا عارف انه خيار فينج ما كان بالخيار الجيد. مشي مادوجو. الان امام تورا مشوار طويل انه يرجع. يزيد جيمين مرتاح صراحه. طبعا الشباب شغالين في الشاشات الثانية على اللوزر. نايس بريك. طبعا هذه التيكوندو بريك اتوقع اسمها. عدة شخصيات يعني لهم انيميشن غريب في الفكة. طبعا نفس الفريمات فاللهم يختلف الانيميشن. انا ما اعرف البوش باك نفسها ولا لا. فيرست هذا ماينس 12. ديليد هوب كيك من الهواء ديد 100% بدون الجدار. طبعا مع الجدار خذوا خلط. داون فور. داون باك تو من افضل الضربات عند مورتك. كاونتر هيت سريع رينج نو بانش. اتوقع هي بانش الدفيس داون باك تو. اي عرفت الاختلاف في الجومات. واحده تخليك فل كراوتش والثانيه تخليك واقف. يس هذا الفرق. باد كومبو شريدر. يا سلام ديد 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 ديد. اوه يزيد راح للست اب. ست بوينت ليزيد. لا يزيد اليوم مسخن صح. نايس بانش من تورا ماينس 14 بس ما اعتقد عنده 13 بس يس راح لل نايس راوند. اقسم بايات الله يا عمي ايش هذا؟ ماردك. انا ما ودي ارفع صوتي لكن شفت ورا ما يروح تاكل كثير او راح تاكل ويزيد فكر. اوه هذه اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي. كاونتر هيت لازم تصبر تبنشها وتدنق الثانيه يعني هي سترينج كسترينج يعتبر. اوه باك وان تو كسترينج ما يعتبر ذاك الجيد ممكن يمو. ماي جاد لو يا سلام عليك يا يزيد 3 0 هارد لك التورا لسه باقي لوزر وينر فاينل يزيد. هلا والله يزيد ارحب. توب 8 لوزر. ها توب 8 لوزر هم هنا توب 8 لوزر. اوكي طفيت المايك احمد.
Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Hello, hello, it's Chris. Hello, hello. Hello and welcome. طيب انا حاليا مع لسان برادر. الله يحييك ويبقيك. احسن بوب في الرياض وارجبلي احسن بوب في السعوديه. ارجبلي ارجبلي يس ليت جو اخي مصر بتيح يس لا بالعكس يعني في سالفه افضل من افضل مو هو اصلا في توب في كل شخصيه في توب في كل منطقه عشان يعني هذا يعني هذا اهم شيء عشان تطور المجتمع كله كامل. الحين في التوب توب 8 لوزرز عندنا غازي قضايا غازي ويو ضد سول غازي ضد الشيخ دكتورنا 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 لوكي كلوي اوكي لا ليتس جو غازي نزل بلوكي كلوي غازي ما يبغى يخسر عاد اليوم في البطوله شفت بوب كثير انا يس اليوم عبد المجيد ملتزم بالتباعد لكن غازي ملتزم بالتباعد لكن لا شيء بسكت يا غازي فور ذا بسكت اوكي نايس طبعا مجيد ما شاء الله عليه والله متمكن من ليو مره افضل ليو في الرياض ما في ليو اللي هو اساسا لا في ابو سيلفا ابو سيلفا في الرياض ابو سيلفا لا في الرياض قصدك ولا في الرياض في الرياض اي yeah. انا كنت حاسبك تقول في السعوديه في السعوديه لا اوه المقص شوف الدمج yeah. يا عبد الله كومبو حقت دمج حق كينج اوف فايترز شفت 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 ما كان يسوي كومبو ثاني بس ضاع نايس افضل وان قفل قفل الجيم اوكي نايس لوك من هاي 11 فريم حق ليو من افضل وايل ستاندينج يا مره اي شخصيه عنده وايل ستاندينج يسوي لك داون مره كويس وهذا عندك اكستنشن بعد اوه مقص واضح ان عبد المجيد ما هو متمكن من كلوي يا كلوي ما في احد يلعب فيه الا راح اوكي شوف 4-4-3 بعدين رننج مرتين انجريسف هذه الضربه الجديده كوي ميد مجيد مره مو فاهم لوكي يا لوكي طبعا غازي ساكن في الجنوب عشان كذا ما يلزم تجمعات فهذه من الاشياء بدا في السترنجات قاعد يسوي تيست للنولج حق هذه سيف طبعا مجيد من افضل لعيبه والله لكن يعيبه نولج نايس ستيب ليش؟ النولج يا انه ما يلعب كثير ما يلعب تجمعات كثير هاي المشاكل عنده اوه تراك بوث واي دان فور تو حق ليو او حق ليو يا ساتر نايس جرانتيد فولو اب شوف مد سيف يا اخي يخرب بيت نايس ايش حيروح؟ 1 2 اوه داون فورد فور نايس نايس فنجا حلو وتكتب ما كان عنده في تك 6 عارف؟ وش هي؟ اف 4 كانت زي كذا ضربه مميه فنجا مره حلو نو فنش لاكي كلوي عنده 2 2 جست فريم 2 وول سبلات صارت نايس او كنت هيد مضمونه 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 4 1 بلس 2 رانينج داب هذا يسمونها الداب الداب يا داب لون مره كويس الداب شوف 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 لا سوي سكس بس مره اتوقع يقدر يوقف دون فورد 1 اوه كونتر كومب وهذه وسخه مره يا اونلي ماينس 4 فاينل راوند الجيم الاول طبعا البطوله اليوم كلها اف تي 3 بيست اوف 5 انفيتيشنال ما كان عدد كبير في اريحيه اكثر في الجيم سلايد طبعاً هذا. تم يعني أرسلوا دعوة الشباب ناس كثير لكن كثير اعتذروا وأبرزهم شهباز أوه من الله كله مضمونة أبرزهم شهباز وعمر يا عمر وشهباز ما لايف في كله عند كلوي نايس ماني ستو بس الهاي يا سلام دام فور ينهيها فاز الجيم الأول نايس حلو طيب دكتور غير لتوايلايت كونفليكت تحبها مره المرحله دي ايه وفيها نسختين منها يا في نسخه قديمه اي واحده تحب انت انا ما احب المرحله دي ابدا انا اتكلم عن دكتورنا مره يحب اختاره كثير انا جيومتريك بلين ما بالمفضل ايش هو؟ جيومتريك بلين الجبري بلين الجبري ايه؟ بلين وشويه كذا نجد انت وش ما بك المفضل عبد الله؟ ما بالمفضل؟ ماشين بيلدينج ماشي حقه اوه الرينج حقه حلو حق الجدران ممتاز سداسي هو صح؟ سداسي سداسي الشكل سداسي الشكل يس حلو انا اللي افضله في جيومتريك بلين انه مربع يعني
يا ما تصعب تصير الجمهور والعرض نفس نفس الياس لا بس سنجي نايس والبريك دمج يا لا مره صح المقص هذه ماينس 14 اللي سواه قبل شوي واذا صديتها بنش الاكستنشن حتسبقها يعني او نايس الناس يصدونها وينتظرون الاكستنشن غلط فنش دائما واو والسبلات ايوه السترينج الجديد هذا الكومبو الجديد داب لاست ميكس اب ايش حيصير؟ فنش غازي لو مت هاي يا سلام عليك يا غازي بس قاعد بس ما عندك تشوفه وغازي قاعد يضحك واو والله مجيد كان 1 بيكسل على الكمباك دون فور 2 نايس فنش 4 الشوط كله كان حلو بس خان الصد فقط لا غير دون فور 1 والثاني غازي عنده اللايف شوف ستيب نايس ستيب بس يصير مره كويس كان يبلش ماينس 13 اخي دون فور 1 مرتين نايس بلاك حلو الحين لازم يخاف انه سواها مره ثانيه ممكن ياكل له فور كراش مرتين واربعه نايس انترستنج بس فور كراش سيف لا سام ريز درايف اوه دون فور 3 صار هذا الميد نايس بلاك الهي اتوقع غازي يحاول يتحرك تقريبا بلس 9 الريد درايف الريد درايف لما في الجدار بس الظاهر مع صقع يصير اكثر نوت شور الظاهر اكثر 9 واكثر 12 بلس 9 واكثر 1 2 اوه والله ميد كل مره مره ممتازه اول لو جاب يقفل كل شيء الحين الحين ما في ما تقدر لازم نفكر شويه 1 2 اجين يس بعد قاعد يسوي ابيوز للماتش اب نولج دون فور 2 يا سلام باك 3 كانت سرعتها 17 ودون فرت 15 فسبقت فسبقت ال 3 اوه نو هيت كونفيرم ما ضبطت والله لا بعد هذه ما تضرب جابات جديد ضيع الجست فريم لو سويب الجديد مره قبيح قبيح جدا ورننج رننج وما ينشاف الا انت مره مركز اطراف السيبل يعتبر 2 0 بودو سول لكي كلوي يسكا هي قلت كروي ما تقول كروي هي وش يابانيه ولا كوريه؟ راكي كروي هي كورية صح؟ يابانية لا لا اليابانية ما عندهم هذه ال شو اسمهم كي بوب هم ولا؟ لا لا هو هي ريفرنس للالعاب لاف لايف والاشياء هذه علي ادرى في الامور هذه يا علي ادرى في الامور هذه خلي الامور هذه لعلي علي وهارد يتفقون انه لاف لايف اشياء حلوة للاسف يعني تحية لعلي طبعا ما ضرنا يتابعنا لكن تحية لعلي نايس لو اسالك فور اوكي راح اشترك الثاني الميد يحتاج كمباك قوي يا يحتاج بس يمدي يمدي اذا هو كمل على نفس مستوى حق راوند هذا يمدي اوكي نايس بس كونفير تكمل مره كويسه والثاني كريس شو بلس من الفريم قبل شوي ناستر والثاني 3 الناس تنتظر سترينج ومجيد تقرر انه يهجم بعده يا مجيد مجيد تقرر انه يصير اجريسف بزياده في الجيم هذا جابها هذا ما هي بلس طق طق سيرفي دار لعبها سيف انا ما اعرف ايش المد حق ليو الاو نايس اوه نايس جابها اوه مكملها كامله والله جابها كامله والله ممكن كمباك ممكن كمباك اوه ماي جاد نايس شور طبعا انا ما ادري ايش ليو المد حقه اللي يلقط الاشياء اللي تحت دون فور دون صح خالد ليو ايش المدات اللي عنده تلقط الناس اللي تحت ايدي كلوي يعني اوكي بطيئه دون فورد 1 طيب اجل ما تعتبر حل للمقص ايوه هذه هي دون فورد كويس حلو سكرو رننج اتوقع ميس انبوت لا هو يحب يسوي عشان بلس ماينس 13 حلو اوه لا واو لا لا ما حتجي ما كل ما جاء نايس الجاب ريكفري سريع مره جدا يا بس راح في اسبن نشوف ها في اسبن نشوف الجار بس الجار صعبه الا لو انت هارد ريد مره بزياده ماشي ثاني اذا جني مدي 13 فريم يا جني مدي جين ستيف نايس نايس وال سندينج 4 1 بلس 2 الحين في دوره غازي اوكي طلع من الستار فريش درايف اوكي نايس ما كملها اعطاها تي هيك باك 3 نايس اوكي نايس او ماي او نايس وال سبلات لاست ميكس اب عليه لا ما ضبط 2 2 جست فريم حلو اجين اوه جارانتيد نايس 2 2 مرود دنقها دكتورنا ما دنقها ما في ما تسوي جيل حتى لو كان لا ما تسوي جيل للاسف في مكسب لو بعدها نايس ستيب بدا يستوعب دكتورنا انه حلو
راح نمت. 1-2 من أفضل 1-2 حقت كلوي طبعًا مرة 1-2 كلوي. إيش هي؟ 1-2 حقت لك كلوي من أفضل 1-2 في اللعبة. مستفزة. مرة ثانية عاد غادي بدأ يستوعب. حلو. كار كراش. أوكي دي بنش. تجدني. دي بنش الله. أوه كراش. اوكي ميت حلو غادي مكسب اخير ون بلس ثرو نايس بريك حلو جي جي غازي ياخذ الجيم من مجيد جي جي 3-0 نايس نايس احسنت غازي غازي يفوز ولد الجنوب ها ولد الجنوب جي جي من عندنا الان عندنا تورو مع الجنوب اوه ماي جاد لوك ات ذس اوه الهي قد طلعت ريان بطوله انت شامان عقدتك يا محمد اوه انت ما كل بطوله ايه الحين عندنا شبيكي ريان وشبيكي تورا توركس دورا تورا دورا كراسي دي مرة حلوة من يعرف من يعرف قاعد يصير وين قطعت كود؟ اضطريت اني احذفها عشان العب العاب الاوفلاين حقي والله هي حجمها مو طبيعي يا حجمها استهبال بتجرب البيتا اكيد البيتا جربت كود وور مرة حلو جربتها؟ مرة الالفا جربت الالفا الالفا لا البيتا يقولون افضل نزلت طبعا للي ناس عندهم اللي يحملوا اللعبة بري اوردر اما كل الناس بعد اسبوع تقريبا انا ما شريتها للان انا حاليا ما راح اشتريها حاليا بخليها وقت لكن انا غالبا بشتري انا كل كود ينزل على الاقل اجربه شوف كود بلاك اوبس 4 كان من افضل الكودات اللي عندي افضل 4 انا ما لعبته ترى 4 حلو فيه المبات مره طايح تكن تكن بس 4 حلو فيه انه المبات حقه انا 3 اللي مره 3 اكرهها أكثر أكرهها بسبب إنه لما حطوا الطيران بس هو أفضل طيران موجود أفضل من أدفانس إيه أدفانس ما جربته أدفانس كان بنفس اللحظة تلقاه فوق الطيران حق بلاك أوبس بلاسنشن مرة عالي بس حق بلاك أوبس لا كان يعني ما تدري إكسبوننشل يعني كان أقل بشكل عام كود فكرة الطيران كلها جابوها بسبب تيتن فول اوكي تعز زي لبسون بيسون شيك لحقهم من اللعبه بس كانت سقطه في تاريخ السلسله ما كانت غلطه يا كانت غلطه ابدا ما كان شيء كويس اذكر بلاك اوبس 3 يعني كانت فكره انك تكتس وتطير ما كان يعني ما احس من الميكانكس اللي قاتل في اللعبه وانك تمشي على جدار بعد تمشي على جدار موجوده في بلاك اوبس 4 صح؟ لا بلاك اوبس 4 ما في ابدا اي طيران مشي في الجدار على ما في يا ولد اي مره ما في مبات مره كويسه ترى بس هو اول جزء طلع ستيم طلع ستيم يا اول جزء طلع ستيم كان خيار مره كويس اوكي اخذ له تورا اوكي تورا غريب لا ما كان له غريبه اوكي حلو على الجدار اوكي كاونتر هيت ثاني لو كاونتر هيت نايس هذا بلس جارانتيد داون 3 سي سلايد لا راح لداون فورت فور داون فورت فور وداون فور مره تخوف اوه لو سيب البطيئه يس طبعا شبيكي يسوي الضربه هذه اذا خانه الرينج اوكي سو هيجس فريند 3-4 اجين احمد احد يبغى البراكت نايس هذه سيف طبعا ها ماينس 3 اللي سواها لو سوى اعطاه وشبيكي فاهم الموضوع هذا فاهم ما تشوف فيها خاصة انه يقدر يكمل كومبو انه مارشال لو قريب من لي لحد ما على اساس انه مدرب عنده نفسه مدرب في القصه من يعرف المدرب المولع هذا 1-2-3 حلو بلس اجين يا ساتر اوكي ابو فيكسيز ميت ميت بونس 10 اتوقع يعني من غلطه اي واحده 3-3 يا لا 13 13 اوكي 13 او 14 حلو 3-4 ماينس 10 3-4 ماينس 10 بس البوش باك حقها كويس تقريبا والله ما ادري بس في بوش باك بسيط اوكي صار جد اوكي ما في دك ون بلس ثرو نايس بريك جد داون فور 1-0 ليجن ديمن ليجن ديمن اتوقع 100% حيغير ليجن ديمن حيغير الكاركتر ايه
عبد الله اول واحد حطه ترى. بس نبته، هلو نبته، حي الله نبته. نبته تقع انت دخلت في بس نبته اي سي اي اس سي، دخلت في الديسكورد حقهم. ها هذا ما شاء الله تبارك الله، تحيه كبيره للشيخ نبته. طبعا معك سيد. سيد اخوان انت اخوان سيد كلنا اخوات. او مش تدري ما قلت حسابك حسبك سعيد. انا عارف كثار ضل يحسبون سعيد. ها كثار يحسبون كثير اسمي سيد يا جماعه، والله بدره قسم عظيم بدره. لا سعيد اخبارك؟ كيس سعيد، كيس سعيد. اول ماردك ريان ماردك بالطقيه حق مايكل جاكسون وريسكي ستارت راح الداون فور مرتين. يا ساتر بس ما هي ريسكي ضد اللي ما عنده 15 فريم لانشر الهف لي شو ما عنده 15 فريم لانشر ما يقدر يفنش الداون فور بشكل كويس. الهوب كيك اتوقع ما توصل دقيقه من اللو 1 2 كاونتر اللو قصدك اي اللو الداون فور ما عليك احس انك تقصد واتش تايمينج عاد مشين ما بلدينج يا مبسوط يا بختك اي والله يا بختك نفس الكومبوزر حق الاغنيه هاي سوى كومبوزنج لاغاني بيرسونا باي ذا وي والسنين 1 2 كملها طبعا كان تاكل 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 مين صار وسط فكر حصل عاد يزيد ما شاء الله عليه فك كميه كبيره من التكل اما والله وين حكت على الجيم بحط دروب الكومبو شبيكي شوف عصب شبيكي باك 1 2 نايس خلاص ديد اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي اوكي شبيكي باك رغبته نبي تحيه الخباز ها تحيه تحيه ولا ما نعطي تعطي تحيه اوكي احلى تحيه للشيخ ابو حميد الزهراني ولا على تحيه الخباز ليتس جو اوكي حلو داون فور يبغى لنا جيم جنج بيست يا خباز داون فور اوكي نايس حلو نايس او ماي جاد شبيكي ايش هذا يا شبيكي شبيكي زعل شبيكي يا شبيكي ايش هذا ايش هذا يا محمد شنو هذا ايش ذا الكومبو نايس يا ساتر هارت هارت او ماي جاد اعطاك كيف ما شاء الله ما شاء الله يا ساتر اوكي الميد يا ساتر اجين نقطة اخ فوتورا ال 50 50 ما عاد يقدر عليه ما شاء الله عليه اوكي اوه نايس لوكابل نايس 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 تركت مرة كويس لو ميد نايس 1 1 ما اتوقع لو كان خيار اسوي ماجيك فور بدل الباك 1 1 كان خيار مرة افضل ايم نمبر 1 الباك 1 1 ايه اي وحدة الكفر سواها بدل لي هذا لويجي صح؟ لا لا هذا يوشي انت بياكلك من لويجي اخو ماريو صح؟ لويجي. اخو ماريو ها؟ اي المشكلة انه الى مو يوشي اخضر يا اوكي طبعا عندنا لعبة يوشي انفنت ازور اوه بعد اجين كلها مبات تجيبني فايت اوكي وش تفضل انفنت ازور هذا ولا الجديد؟ والله الجديد احسن في حمرة الجديد احسن العين لكن هذا موسيقى حق جديد مغرب ولا فجر تقريبا؟ كذا ما ادري على الغروب شكلها ولا هو ولا على الاشراق تحسه لا تحس تقع الغروب لا الاشراق بحال الظاهر يطلع لهم نفس اليوم نفس والله ما ودي اكيس بس بكيس ترى تو ثرو نو بريك يا ساتر طبعا ماردك الكاراتيه حقه كاراتيه الاسلوب قتال حقه ترى كاراتيه لكن كاراتيه مع جرابل ناس اسم الاسلوب بس كاراتيه كاراتيه مع جرابل مع تمسيك ها مع تمسيك عندهم التاكل شيء حقيقي ماردك تاكل اجين مين يصير وسط وسط اجين سلايس بريك اوكي سلايد نايس هو سايدنج كان فور ما ادري الظاهر ماردك عنده نايس هذه قص ورك يونس حق الدقيقه نايس اوكي باخذ التكل التكل مرة شبيكي في التكل التكل صعب لازم تصير مرة مركز شبيكي معصب شبيكي مرة معصب ما شاء الله ما شاء الله تورج اجي ابتسامة بس اكلت حلو 2 1 لو باك 3 4 4 لايف ليد عند دير قديمن وكويس انه ماردك لازم يخش خشب وياه. وات ذا هيل ايش قاعد يسوي؟ اوه ماي جاد اوكي اوكي اتس ميمز قاعد يسوون ميمز على بعض نايس جابه جاب الجاست فريم يا عمري بسم الله ما شاء الله ها؟ اظن ما يفوتها يا قبل شوي فوتها ضد دكتور كان توتر
هو اذا ما والله بالكاجو ما يفوتها الكاجو ما يفوتها ما في امل الكاجو يسوي كل شيء شكل ليتس جو ويسر وسط وسط طبعا صراحة لو كل لوكزين ما راح يبدأ للون شو كانتر للمرة مليون اوكي ساتر الله يفيد كلها انتورا اوه ماي جاد يا ساتر هيتمان شو سمي راح لوكي حلو خيار حلو دائما ما فادك روح لوكي عشان ما تتعب 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 حلو كمل ادمان 16 بس ما اوه ماي جاد ما سكر فير سايد لاست ميكسر خلاص خلاص اوكي الراجي درايف داون فور نايس الو الو ريسكت يا حبيبي 2 2 ما تبي تصب لي اوكي ما عندي سوى بديت السكوره 2-1 الثورة الثورة يس ثورة دورة 1 جيم اواي الثورة يس جديد ايش تدفل في الجو؟ إلهي كونتر هيت مسكة طق مسكة سيكس يا أخي شبك خماطة بشخصية هذه فور عادية صح؟ مت فور عند جيجاس بس عند مارد السمبل ثاني فور عند ماجيك فور أوه أوكي أوكي نايس قرنتين هذه لو باري نايس باري أمري أمري شكرو بلول قبل شوي لانش طن مانس 15 خلي يسوي هوب كيك صح صح الجن وايل سنين شو يا باري ها؟ وايل سنين شو ولا لا كل شيء كل حاجه حتى لو كان ما هي ما كمان 19 سويها ما احتاج اشغل مخي كومبو يا سلام الظاهر كونفرجن يموت نايس والله نايس كونفرجن والله نايس كونفرجن ست بوينت شو راح؟ ست بوينت ليك طبعا كمل على شال كمامه طبعا شال كمامه خاصه كمامة تاخذ شيء من قوته لايف حلو شي سلايد مرة ثانية سلايد مكسب عند شوية يتحسن صراحة هو يبدي يسوي سلايد مرة ثانية يسوي هالراس من شوية لما خصمه يبي يفكر فيها يحطها في باله بس يستعملها مرة واحدة بس في الجيم في الراوند يعني ما اتوقع هي ريسك بس يعني ما هو ذاك النوع بس اوكي جمب فورد 1 يا ساتر اوه تاكل فاز كسر لا ميكس بخير شي داون فور شبيك ما راضي وقتي 3-1 جي ها تور جي شبيكي والله معصب شبيكي يا ساتر ها يلا يلا اوكي انا مباراتي اسودعك الله محمد اسقق اسقق كداية كداية الحين فايت بين يزيد ياز فيرسس هسوي ايش مالها فيرسس دسام بلر حي الله مطلق حي الله عبود حي الله مياينا هالحزة حي الله كل الشت الجميل اللي قاعد اشوفه قدامي عندنا دسام بلر فيرسس ياز طبعا ياز من يوم لعب الجزء هذا وهو يختار بول شخصياته بول وجين وجين حقه مره كويس طبعا اوكي يجي قاعد يجرب الكراوتش الباك داش يجرب الداون فور ثلاث شو يجي بالجميل كبير اوكي حلو تهبل Thank you.
اوكي عندنا ذا سام براذر فيرسس بول اني اسمع صح جيت فايت الو قلت لك كله كويس والله من جد اوكي لايك فيدن سام براذر نايس كونترين حلو وصل الجدار يجلس يكون فيديو طق 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 جول جدار مع يدي اوكي بول مع جدارين الله يستر وصل الجدار لا ما وصل اوكي جدار قاعد يسهم مع كل اليوم هلا ما كونفيرم انترستنج لانه اف 2 3 دائما يغلط فيها ولدي حلو اجين ماشي كفر 2 وميفة مرة كانت ميفة مرة كويس وقف داشه بالضبط وقت كان في دوفر 2 اوكي ريج درايف حلو خلاص الحين بس المره ما يخاف كثير من الاشياء الا من دوفر 1 دوفر 2 صح عشان الكراش حقه بس حلو سوى له بيت مره كويس راوند 2 اوكي اوف كونفير لو ماينس طبعا هذه اوكي جيم اوف كونفير تاخر فيها دوفر 1 اوكي نايس السلايد اللي صار الرول اللي صار بعد النطحه صار مره كويس جدا اوكي نايس رفعه حلو طيب 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 حلو طيب 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 الجدار اوكي اوه واو يا ساتر تعمل غش حق اللعبه دي الجدار خرب اول موضوع على يزيد يا ساتر اوكي اجيب راوندين ذا ساوند براذر جاب اوكي كلهم يلعبون يلعبون جاب 1 2 الجاب حقهم مره كويس رينج مره كويس نفر 2 صادف يسوي فايت ستيب هو قدم حلو اون دي وصل الجدار لسه حلو اوكي باك كورتر سكند ايوه تشيس كورتر سكند باك شوف اجين لا لا يزيد بين صفحه خليه يسخن كور بس هو جاي يسوي حاجه غريبه اتوقع عشان كان عارف انه بوب بيرمي ليمت حط الجدار اوبتمايزيشن دفعت ما طلعت كان دي يكسب كسر الجدار ذاك كان ثاني غلطه بسيطه خلاص ضيع الجيم كله ثاني ايش فيك باقي في فرصه شاري درايف كان دي عمري يا ساتر كرتي حقت بوب تنكب اوكي ايش هذا نايس تو تو صبتهم اي هاف نو ايديا هاو تو هيل هذه جست هيل تنفحها ميت السويت لا ما كملها نايس مونيش حلو مانيش دفت مرة كويس اوكي حلو فايف سالين فور الركبة ال 14 فريم اوكي اوه يا ساتر سكتل سكتل باك ون بلس تو تكسب هاي تكسب ميجي مرة حلو يا ساتر تي تشارج اوه ماي جاد تي تشارج محمد اعطيك هيت شارج ها حتى اذا خسرت يزيد اوكي حلو راوند 1 فايت اوكي جينا تعليق احلى معلق في الحياه شوبيكي سان اوكي نايس اساتر لا اوكي اساتر 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 وان سبلات اجين دي وان سبلات دامج اساتر هلا شباب كيفكم؟ كم كم النتيجة؟ 1-0 1-0 لياز اوكي لا يا 1-0 لياز يا اوكي معي شبيكي في الساحة كرشة يا ساتر Yep. Nice way too. Yes. Oh. That's it. Come on, man. Ooh. Okay, nice duck. عندنا لا إله إلا الله عزوز النمر في الشات يا ساتر كوع هذا قاعد يضبط حبيبي عبود والله كان جي جي والله يعني صراحة حتى ريان والله ما شاء الله عليه يعني عنده مستوى شوف شبيكي ما يكره ريان شبيكي يكره ماردك شبيكي ما يكره ماردك شبيكي يكره تاكل والله تاكل عذبتني والله والله هي تعذب الكل والله
هيل سويب يا ساتر. واو اوكي. لا رينج مره حلو. متوقع بلس او ماينس، يا بلس 3 يا ماينس 3 شيء زي كذا. 3 2 ايش دعوه يا ابو كموز؟ كموز شنو هذا؟ اكيد يعني تعرف يعني باك 3 اوكي ليتس جو يزيد باك 3 يلقطه الركبه هاي الكركبه هذه مع الكرشي حق البوب. نايس ستيب حلو. اوه اوكي هيك كثر والله سيلينج فار مره قوي عند الجدار. او سوي 2 سحب الدائره حلو دكه كويسه والله يا اخي يزيد يبغى الزاويه مثلث يبغى الزاويه مثلث اوكي سيدر كيت شارت. اوه ماي جود لا كيت شارت I'll fight you any side. Charge من the Sam brother. اللي خلاص سواه يزيد قبله. هذا رد الدين. رد الدين. اوكي اوكي. هو نعم 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 نعم. اوكي اوكي. I see you يزيد. I see you. يختار. اوكي يانغ راف. حياخذ النخل اكيد. واي ذو؟ صار كومبو. حياخذ النخل اكيد شيء طبيعي يعني. كومبو حقه يعوض. يلعب ببول ياخذ النخل يعني. It's expected صراحة يعني. Predictable. Predictable على قولك. طبعا ايش رايك ايش بيك بالمكان؟ هلا؟ المكان ايش رايك فيه؟ والله مكان جدا جميل وراقي جداً يعني فرق مره شاسع عن المبنى القديم يعني حق تي جي تي ماستر. قاعدين نزيد نمر نقول يا زيد لا ترمي الصبر اصبر لعن والله هي بسوي بدايه مرتين يلا ثلاثة اوكي حلو كان راح المد هو على اساس بيرفع باكون. اوه اوكي نايس ديفنس من ذا سام براذر ايش اول المد هذا قرهوه عليش نعرف المد هذا خير كويس بس قرهوه كيت شارج كيت شارج لحظة في ديسسبكت انا شايف هنا انا خوفي يسوي كيت شارج نص الجيم والله دايما سواها والله حق كثير اليوم فلت نايس لو من ذا سام براذر يا اخي ابو بوب بصير ما يقدر يسوي سايد ستيب عادي كرشته كبيرة ممكن يا ساتر اوكي اوكي دايم على التريد الجدار ورا بوب قلتك ثانية كاملة يا ساتر ايش المخاطرة دي ثانية كاملة دنك ضد بول كيف ما بلعب ضد فوز اوكي يا ساتر يا ساتر خلاص عادي اذا جات الجدار يلا يضمن لك واحدة ثانية خلاص ولا دي موال 3 مرة أخيرة ما بلص برشر من ذا سام براذر والله شو البرشر يا ساتر كمان لحظة دقيقة الحين هو سوى زي مثلث اير فلوت ولا؟ ايه بس ثلاثة مثلث صارت تلقى هارد اتكتي حطلها سوي فور سم بلادي ريزن اوكي اوكي ليتس جو بول اوه قفل ولا ميكس اب طبعا الديثس حقت بول يسوي هاي كراش لكن جابات حقت بوب يسوي مات لحظة الديثس يسوي هاي كراش؟ يسوي هاي كراش يسوي كراش لا احنا ما وصلنا لهالدرجة لا لا في هاي كراش خفيف اوكي صار زي نويا اللي هناك كيس الا انه قاعد يكيس نايس بريشر عند الجدار اوه يا ساتر كيت شارت كيت شارت كيت شارت كيت شارت كيت شارت باب اوكي نسى كيت شارت 2-1 لذا سام براذر يس يا زيد عزوز يقول لك شد حيلك يقول ايزي يقول ايزي شوف هو ما وصل لك يا عزوز هو بالعكس يعني يقول لك ايزي لانه يتخفي نايس بانش من يزيد هذه بانش بول يس حلو سيلينج فور انا عندي ديس سبيك راح اعطاه سيلينج فور راح اعطاه نطحه حلو هاي سيف اصفر زي نوت بريشر عند الجدار والله سام براذر ما يرحم عند الجدار نايس سايد ستيب اوكي سايد 3 ضربه يزيد نايس اوه هذه كونتر هيت عند الجدار يا ساتر مات خلاص مات ما يحتاج جدار اصلا ياه يلا الراوند الاول راح لذا سام براذر نايس هيل سويب من البدايه من ذا سام براذر ياز يحاول يضغط ماجيك فورس ما طلعت كونتر ماجيك فور من ذا سام براذر اوكي على الجدار ماجيك فور من ذا سام براذر عند الجدار يس عيني على الوول سبلات يا ساتر هاي واحد صادق 3 يحب دائما يسويها ترى متحمس يسوي وول سبلات والله ضيعها محمد قبل شوي كان يمديه يلصق الجدار بس عاد كان متردد مره هو سوى سيت اب ثاني هو سوى سيت اب حق وايت سايدنج 3 يحب يسوي دايف
اوكي في فيس ما طلع نايس ولا لاست ميكس اب لاست ميكس اب ولا لاست ميكس اب بالطرفين طبعا ايوه عاد زاي مثل بس ستاندينج فور يا ساتر طبعا 50-50 في النيوترال هذه ما تلاقيها الا لما تكون زي كذا او لما تكون تلعب مورتل كومبات يا رب الله عاد انت تحب مورتل كومبات يا رجال فك امي صفارين فوتسيز الفوتسي 50-50 اوه نايس ريسر يس اتذكر بقى رفع بس كذا سد ليش يسوي فوق على الجدار نايس وول سبلات جدار ثاني الو هرده الو حكومه اوكي الميد اوكي نايس بلوك لكن اوف ناس كمبي هي 14 ولا ايش ولا انا غلطان يمكن 14 بس ما ضبطت معاه نايس بس انا برادر جيتس ذا جيم فور ذا وينرز فاينل معك هيت شوت الف مبروك لسام برادر الف مبروك لسام برادر هاد لك ليزيد عاد يزيد الحين حباري ولا هو في الحين في الوينرز بيروح اللوزر راح اللوزر يعني حباري مين في اللوزرز يا شمانه او ريان ولا ميبي غازي طلع لا اي والله صح نسيت غازي يعني غازي ما طلع ترى صار هنا نايس جيمز جي جي اوه هذا الجنوب والله غازي ما شاء الله عليه شات حلو قدايه قدايه كانت مرة 14 خلال 13 جي جي لا تسال عبد الله جبري موجود في الشات هلو اي ريان تورا 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 الى يا عزوز طبعا تحيه لعبد الله الجبري معنا في الشات يس افضل لاعب صراحه يعني شفته هو افضل واحد في الرياض ولو انه كذا يجي كذا زي القمر مره في الشهر كموز كموز قدر كموز كموز دامك تلعب جير ترجع رياض كموز صح؟ تعال عندنا نورنا في الجماعات حق تكن يا اخي لما يشوف افضل لاعب قلت شقير يجي عندنا كذا يلعب معنا تكن نتنمر عليه لما يصير احسن لاعب تكن بعدين ولا اقولها ولا اقولها قولها عادي ما عندك اي مشكله نو ليميت طبعا خالد الزياني هذا ارجيبلي افضل لاعب قلت شقير في الخليج مين هو؟ خالد الزياني كموز طبعا من البحرين ساكن في البحرين يجي يدرس في الرياض ما شاء الله عليه طبعا هذا بتجي هذا يلعب اي جزء اكزار رخ الحال الفانتا بين ها قلت جير ايوه لا في سرفايفل هذيك قلت جير فايتنج جيم اسمع دود انا سمعت بتل جير انا اسف اتكلم عن قلت جير قلت جير افضل لاعب قلت جير ارجبلي طبعا okay. توب عندنا في الخليج اسوار زينو عندنا كيم زي كموز خالتي يعني بدور السنكي بدر العمير اجين نفس الشيء في الرياض عندنا شاكر بس شاكر ما صار يلعب لعبه كثير بسبب انه لعبه ماتت والله يا شباب معليش خالد انا سمعت مثل جير ما سمعت قلتي جير انا في البدايه تلخمت للامانه يعني انا ما تلخمت مشيت الموضوع انا مشيت الموضوع شايف بعدين قلت لك اصبر لحظه انا قلت لك اي جزء حتى هو يعني عبد الله هنا تلخم كمان كلنا تلخمنا يعني شايف وات هو از وات وين عندنا في الشرقية عندنا مين؟ عندنا لا إله إلا الله عندنا ناصر يلعب بتل جير؟ قلت جير سماش أوكي في ناس تانية بس بط يا فورك إيش ده؟ ليش عندهم ثور هامر هنا؟ دوم؟ ليش دوم؟ أوكي عندهم دوم هامر أو ثور هامر الله يستر ما يهم المهم تكن هنا يس 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 مع الستانس هذا حقت اوكي الحين غازي ضد تورا غازي ضد تورا الله يستر عليك يا غازي خليني اشجع غازي شوي هنوخ ماي غازي مين غازي ما شاء الله
ان شاء الله ما طلعت صرخه في ها. آه طبعا الكود حقي لما شجع غازي كيف كود بيننا اي واحد كيف الديسكورد حقته يعرف هذا الكود كيفهم طلع صح شبيك دائما الديسكورد حقك اوكي anyway عاد غازي يلعب بلاكي كلوي يا لاكي 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 كلوي بس طبعا في معلومه ما حد يعرفها اول قبل ما تطلع تيكت كنت العب ضد وظايف كثير وكنت العب مين باكيرا خاصه كان اكسكيوشن عنده مره عالي وكنت قررت نلعب شخصيات عندك اكسكيوشن عالي فصار ضد ديزل فكان يقول انه لاكي عندك اكسكيوشن عالي فكنت حاطه في بالي انه مين بعدين اكتشفت ان اكسكيوشن حقه مره سهل بس هي ريسكي مره بزياده فحولت جيل لله الحمد لله منه اف 4 I feel you man لحظه زفينه زفينه؟ تروح زفينة مين حياخذ زفينة اولا؟ اوكي لحظة ريان غازي 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 يلعب زفينة يا اوكي فرد حارتنا طبعا غازي جاري في حارتنا فيا اتصدق ما قيد شفت غازي يلعب بزفينة؟ هيز جود ما قيد شفته صراحة بس يعني هذه الحين فرصة اني اقدر اشوفه الحين في بطولة كمان بطولة كمان let's see لا تسي غازي زفينة غازي قاعد يفكر عطاه بيت النظارة يعشق نظارة ضبط الشعر يلا ضبط الشعر اوكي ريان ضبط الكرسي سماعه اوكي نظارة التعشيق حق ريان غير في النظارة من العجب غازي طالع كاميرا غازي سلم على الكاميرا عادي قول هاي قول هاي قول هاي على الكاميرا عادي اتس اوكي لا لن نشغل الرنجال خليه يركز في اللعب خذهم تلبس هدية ده. فورم ده. يلعب الريس الريسك اللي صار. اوكي نايس سبرينج كيك. ستانس. اوه ماي جاد اجين. اجين. لو كمل الضغط كان اتوقع افضل له. يسار نايس بريك. لو حلو. نايس كونتر هيت. يكون وذاك راح الضربة دي مرة مستفزة. ما طلع السبريد دي انسيبل لو دي انسيبل سنيك هاج او ماي جاد يا ساتر اوه ينهي الجيم بالستوب ياخذ اول راوند تورا نايس مور كراش فور سم بلادي ريزن وكان خيار مره كويس هاي فكر 13 اوكي ما يبند ما تبندشها زفينه هذه ها ما بندشها تو بي اونست اجين لو شو مره ثالثه راح تاكل نايس بريك ما شاء الله تبارك الله ترى هو سوى يسار يمين سوى تهويشه ايوه عارف يا ساتر نايس هلا غازي ما عنده مشكله مع التاكل عنده مشكله هو صح عليه انه بيفك تاكلز لكن لازم خليه يفوز جولات بس النوتشر يا النوتشر في مشكله حلو وش ذات اوكي ضيعه حلو ستانس اوكي ستانس حلو هاي ضرب مره كويسه يبغى كونتر هيد اجين او ماي جاد يا ساتر فقدت سيك بشتفت عند الجدار اتوقع الجدار ينكسر عشان كيك احاول اكسر الجدار بس الجدار دمه اوه ليتس جو هوب كيك عن بعد يعود بحذر اوكي ما كملها بس نايس ماني اوكي حلو باور كراش نايس باور كراش لا تقوم نايس ايوه مره كويس صحة على قلبك هي بقلبي اوه لا يا ساتر مضمون وراها هذه لا رفع هذه يا ساتر قاد دام مردك بس شوف لقينا واحد يفك التاكلات بس باقي يلعب نوتشر ما حد كامل يا واحد نوتشر كويس بس ما يفك تاكلات يا تاكلات يفكها بس ما في نوتشر خلينا نشوف هل بيغير غازي لكي والله اتوقع مع انه اشوفه كويس بزفينة تو بي اونست عاد هو غازي ترى يلعب بكذا شخصية يا حياخذ كلوي حياخذ كلوي حياخذ كلوي كلوي يتحدى Let's go بجبريل. What the hell? Let's go بجبريل هياخذ جين. What the hell? That's interesting. والله هذا اختيار لعيون عبد الله الحامد والله. عيال في كرتون هنا يمكن تخبى عليه ولا شيء. خذ بقلاوة. 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 هاي معلقين يعني؟ ما أدري. شفتها قدامي هنا بس. أوكي. أوكي لو أجيت. 2-1 F4 خير يمين. فور أجيت. دام دائرة. عاد هذه المين تول لجين. أوه صور. اوكي نايس وصل كان في الحق راح ل 1 بلس 2 يا ساتر نايس يا عمري انا ما اقدر اتحمل غازي ولد حربنا وفي نفس الوقت انا خلاص انا اوفر كراش يا ساتر قمرت
عاد حتى لو ما قام هذه بتصيد اللور بس دمج يكون اقل سكيل كله يب 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 دوليا حاجه خوفه فوق اه شت هذه بلس كم اللو حقته هذه والله شوف بلس عالي حقت مرتك يا بلس شوت بيونس مش ميبي بلس 5 اسف بلس مو ثاني يا ساتر واحد الادمي لسه طايح في الارض يعني بدا يقفل فريمات القمر عشان كذا تصقع بس ما ترفع كيف داون فورد 1 كذا تشبك كذا وهو لسه طايح في الارض لا oh هو بدا يقول بس تعرف دايم فريمات فريم 1 2 ما اوكي يلا ابدا يا ساتر نايس بريك نايس بريك 2 بس جا راح الجهه الصح بريشر عند الجدار اوكي حلو اوه الركبه اوه هذه الهيل سويب حقت ماردك اوه استعجل مره في الضربه الثانيه ترى هالغاز راح اكمل جيم راح اغير تو نايس الكنترول حقنا مره خطير اوكي جيم 3 انت تجي الى الان تور متقدم رمي حلو سكرو عمري اوكي راح اوكي زمي شيء غريب 1 2 اه والله قطعها نايس كان في سيف 4 بس اعطي 52 بس تراب صح اي اساس الرفع اتوقع كذا خلاص الراوند يا راوند انتهى يس سات نايس تك والله نايس تك من المسكه يعني نو بانش اه بطني اتسكي غازي اتسكي بس لابو جبريل اي دونت نو واي بس يا يا ساتر تاكل يا ساتر بيهرب اه في غازي ما يفكر وسط غازي يحزر يمين يسار يمين يسار بس ما يحزر وسط اي فيل يو غازي اي فيل يو انت لسه من غازي قاعد يتحرك مع النغمه اوكي دوريا والله قدام اوه لسه في خيار حلو بس نايس بلوك من تورا يا بلوك مرة نايس من تورا اتس اوكي ايش حيسوي؟ 50-50 اوكي حلو واحد لو نايس اوه سوى ديلي للضربة الثانية فور نايس ديلي هوب كيك ديلي الهوب كيك كبر فلع ايش ذا توتر ولا هو ايش وضعه؟ توتر يا داون فور بلاك فور حضنه دام والله زرعه في الارض جي جيز الف مبروك لريان عدو ريان حباري يا شباب هذه حق مين؟ حباري يزيد على ما ظنتي كنترول يس حباري يزيد كنترول ألف مبروك لريان طبعا لسه قدامه يزيد وإذا هزم يزيد حقابل محمد سام برادو على ما أدري شوف ثامر 3-0 هذه حق مين؟ كنترول احمد لنا احنا شكلها من زمان دي من زمان هذه كان في بقام سمم يا عيال هاي قابل لكن لا اسبوع لا اسبوع يا عمي خلاص كفل دكتور تعال من اسبوع من اسبوع من اسبوع اكل منه وعاش ولك شو طيب اوكي كل شيء اوكي هاي هاي مايك يا هاي مايك هنا قاعد نتكلم احنا نسولف لا الناس كانوا يسمعوننا اوكي بيكي مات بس استحي صار كندل كان كندل دول ايوه هناك بقلاوة في طعم غريب طلع فمي بس اوكي هذا طعم وسوسة Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. دقيقة بلا دقيقة. الآن مباراة بين يزيد وتورا.
يزيد طبعا اكيد ببول عاد شخصيته السي ما يغيره. عاد ترى ما ادري احتمال ياخذ يا ماردك. عاد هو ترى قابل ترى قابل يزيد في الوينرز على موضوع الحين اذا تقابلوا بعض في اللوزرز. اوكي ليتس جو. حي الله شيخ وليد الجعيل. افا 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 مرتين بعد. اوكي دايلو نايس دك. اوكي بسم الله نبدا. اوه على طول زاي مثلث زاي مثلث. لا وغير كذا سوى كراش للمسكه بالضبط. اوه ماي جاد على الراس. اوه راس بلاك على الراس. اوه نايس على الراس. اوه ليتس جو يزيد. اول 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 راوند اتحمست انا شويه صراحه جدا. اوه نايس بايك 3 That's a wall splat. Yes. Okay, wall splat. Oh my God. ساتر على الدامج يا عيال. أنا متفائل بسيزون 4. جدا. أنا متفائل. إذا ما نرفوا بول. هنعزل تكت. والله ما أدري صراحة. لا 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 أكيد أكيد شايفين الوضع كيف وهذا فشيء طبيعي نحن حينرفوا بول. حينرفوا هيعطوها أشياء جديدة. حينرفوا بول وحينرفوا ماردك كمان. تاكل حقه ده. ماردك مسكين ترى للي فكه مسكات ترى يعتبر مسكين. والله صادق صادق صادق. اوكي ايش درايف؟ انا اشمل حتى ايش درايف. يس والله جبتها يا اخ وليد. اوكي الى الان راوندين يزيد. اوه نايس كراش. ولد هل يا شباب ايش هذا؟ اجدار. اوه ديت فيست على الراس. ليتس جو. شوف الدامج. ايه حتى على فكره على ما اظن انه ما بدك باد ماتش اب لبول لانه تعرف الشخصيات الضخام ايه عند الجدار يسوي ديد فيست على الراس دامج فوق ال 1000 صراحه. باقي ترى ما شفنا اكس مثلث بعدين سايد ستيب بعدين ديد فيست. وهذا اول جيم يروح ليزيد و اوه غريب ما شفنا ريان غير. انا قلت حيحوله لسه فينك. نصيحتي لريان انه ياخذ ستيج بدون جدران بما انه يعني راح للستيج يفترض انفينيتي يفترض يعني صراحه يعني هنا يطلع كل قوه بول عند الجدران صراحه. صحيح صحيح والله. حتى شوف حتى بدون جدران شايف بس على الاقل اهون مصيبه. هو شوي. في النهايه الاندر راح يكون ديسفست في كل الحالات. كل الحالات معك حق يا استاذ وليد. اوكي بسم الله. الجيم الاول اللي يزيد نبدا الجيم الثاني. استراتيجية يزيد دائما يسوي ضربة بوش باك بعدين زاوية مثلث. اوكي نايس تاكل بريك من يزيد. اي بوش باك بنشوف زاوية مثلث. اوه يلعب عن بعد. اوه زاوية مربع. عارف نوير زاوية مربع. واس بلاك نوب. اوكي. هلا في واس بلاك. هذه تسوي واس بلاك يس. مسكة ما في بريك. هذه كومبو. كومبو ليتس جو. اوكي. اوكي في دك بس ما صار شيء. نايس بريك. والله يفك التاكلز يزيد. اوه يا سلام يزيد عليك. ما يمزح يزيد. نايس. اوه الرمي. خذ لك الهوب كيك يا عمي. اوكي على الراس. اوه ماي جاد دخلوا الريج على طول. ريج درايف. ريج درايف. متوقع ديمو مان. يا سلام ديمو مان. دام يزيد عند الجدار. نو ميرسي. نايس باك 1 2. برندد موت. نايس كاونتر ات من تورا. نايس سكرو جدار مسكه 50 مسكه. اوه في بريك حلو ممتاز. نايس بريك. نايس قدام دائره. ليتس جو يزيد. جدار لا الى الان باقي. نايس نايس صراحه انا هنيك يا ريان والله هنيك بس اوه توقع له بس قدر يفك المسكه حلو قدر يفك التكر ويعكسها بعد كمان. بانش ممتاز في بانش اتوقع مو بدل بنش الصح صح؟ كونتر هيت نايس كونتر هيت من تورا. اوه لا في دروب كومبو. اوه ام داي كمل كومبو في الظهر. هذا كان بانشبل بس راح للو. اوكي اوكي في تكم في تكم. لا والله ما اتوقع بعد الفكات دي يزيد ناوي ديث كومبو. يزيد ناوي ديث كومبو. اوه اوكي المره هذه ما فكها. لا والله فكها في ديث كومبو جاي. لا تمام. اوكي نايس راوند من تورا.
اوكي نايس. كان بيسوي كوع بس الكوع اللي على وراء. شوف الوول كيري لو سويب اوه الناس كانت زي مثلا اتاخر في المسك بانش المره دي ما في بريك للتاكل. اوكي 1 بلس 2 اوه على البيرفكت وما ما قدر يفكها المره هذه بالضبط. يلا فاينل راوند تريد افضليه اللي يزيد عاد وصل افضليه له دائما في التريد. اوكي في سكرو ممتاز اوكي اوه نايس بريك جينيريك قدام دائره ما في وش بانش طبعا الكوع لا اوكي والله رمى شريدر هو بعد الكوع تبع بول لا تضرب لانه راح يكرش بول اي ضربه يسويها راح يكرش طبعا لحظه دقيقه ايش قاعد يصير هنا اوه ايش درايف اوكي اوه ريماتش ريان باقي يبغى يحاول ريان ريان عاجبه ستيج وعاجبه الشخصيه حيكمل ريماتش عاد كانت قريبة الصراحة صحيح. كانت جدا قريبة اوكي سكرو اوكي بلاكبل في كانسل ممتاز نايس كانتر هيت من تورا دار مسكه حلو اوه الدمج الله سايت 3 ما اتوقع ضربي ضربها بلس لكن لحظة كان قريب منه قريبة ما جاء بس ما ادري كيف وقفت كذا نايس كونفيرم الكومبو او ماي جاد فيلو كاونتر هيت كمان يزيد يبغى ريان يدنق عشان يعطيه ديس فيست عجد عبول يخوف عند الجدار ما انت عارف يدنق يا دروب الكومبو دروب او ماي جاد هذا كان وث صراحة الديس فيست لكن ريان ما صار له فرصة نايس بانش زي الناس هذي بانش يا سلام على يزيد او زاوي مربع بس ما ضبطت معاه جابات في سبيسنج الحين كوع لا 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 تهجم بعد الكوع يا ريان والله ما عندي مشكله يسوي شريدر واي نوت ليتس ثرو ات نايس بانش فاينل راوند فاينل راوند ليزيد يس فاز الراوند هذا يزيد يتاهل يباري محمد في الجراند فاينلز لازم يسوي ريست ضد محمد يس عدي يزيد هو في اللوزرز فهو اللي المفروض طرف يسوي ريست ريان ارجوك لا تهجم بعد الكوع يا ريان على الراس كانسل اوه ما كنسلها كانت مس انفوت اوكي نايس انفوت الف مبروك ليزيد وهارد لك لتورا التورا التورا الحين اخذ المركز الثالث الثالث نعم يس ف طبعا يستحق صراحه الريان انه اخذ المركز الثالث ما قصر والله ماردك لعبه جميل جدا ما قصروا صراحه الاداء كان ممتاز من كل اللاعبين بس فول هول هول يعني ما نقدر نسوي شيء يعني هول الو عاد سيزن 4 الان الجراند فاينلز الحين بين يزيد ومحمد سام برادر محمد ممتاز طيب الان في ما ننتظر الجيم الجاي ايش النرفات او البوفات للشخصيات يعني نقول ايش الشخصيات اللي تتوقع انها بترتفع فوق تبي تتبفف شخصيات تبي تتنرف انا توقعاتي انهم ايش راح يسووا يعني الشخصيات اللي ما تنشاف البطولات حيخليهم ينشافوا في البطولات شايف ممتاز لانه كل الناس في البطولات بشكل عام ياخذوا الشخصيات اللي هي يعني زي ما يسموه تيرمت كاركتر يعني ممتاز شايف بس انا واثق 100% انا متفائل والله متفائل في سيزون 4 انه بول راح يتنرف بس حيكون عنده كتف باور كراش فول راح يتنبل هذا هذا جبريل ابو جبريل هنا قاعد يقول نتمنى والله نتمنى نشوف شخصيات خلينا نقول مثل خلينا نقول كلاوديو لحظه مثل في واحد يبغى يسمع اسمه لايف ايوه مين الشاطر هذا عبد العزيز النمر بس هيو ابو العز ها انبسطت ابو العز انبسطت سمعت اسمك افضل لاعب جاك بالشرق الاوسط الله عليك يا وليد جبتها خلاص ها ايش تبغى اكتب من كذا يا عبد العزيز واللي يلعب يمين ركزوا شوف
انا متفائل بان حنشوف عوده الجاك في البطولات. طبعا سيزن 4 عندي احساس انه بتجي اشياء حلوه. انا الشخصيات حاليا اللي اشوف انها بتظهر في البطولات تبي تتبفف جاك كلاوديو خلينا نقول ازكا ليلي خلينا نقول لا كازومي ما راح يجيها شيء. كازومي ملعونه والدين حتى هي متنرفه معلش. ايش فيها كازومي؟ ما عندي اساس انا ما راح تتبفف لان ملعونه والدين حتى هي متنرفه. والله ما ادري هي مره تتنرف مره تتبفف ما ادري. هنا هي السيزون اول سيزون 1 كانت كويسه مره بعدين عقبال ما سيزون 2 سيزون 3 بدات تتنرف شويه. عندي احساس حنشوف عوده قويه لهيهاتشي بس الشخصيه فندمنتال مره يعني اذا تتعب فيها يعني. اي الشخصيه خلينا نقول بيسك لازم تكون البيسكس عندك قويه. شخصيه بوكينج تلميس اي جاك بيجي بوف هومينج باذن الله بوف هومينج ويكسر جهتين بعد ايش تبغى احلى من كذا. لا يا عبد العزيز ما اتفقنا على كذا. ليش يجي بوف ليه هومينج كمان والعياذ بالله يا شيخ. بس لا شوف انا لعبت بجاك الفتره الماضيه حرفيا اما اني انا المسكين او ان الشخصيه حرفيا مسكينه. ما عنده هومينج كويسه يعني. لا اشكاليته ان المدات عنده دائما تاخذ منه ستيب يعني تراكس يكون جهه واحده فقط. اوكي اوكي شوف يقول والله ضعيف. انت تذكر سيزن 1 دائما تشوف انت في البطولات خصوصا الجراند فاينلز دراجونوف جاك دراجونوف جاك دراجونوف جاك. سيزن 2 طبعا اختفى جاك عن الساحه شوي طلع شويتين مع ساينت واناكن. أنا كل الحين يكمل عليه ساين تحول واختفى جاك من البطولات فجأة. ساينت غاندري ولا؟ ساينت كان يلعب بجاك. بعد حول. مين بعد كان؟ كان في شخصيات كثيرة أظهر نوبي كان يلعب بعد كمان. في لاعب ياباني برضو نسيت كان يلعب جاك برضو نسيت اسمه والله. بس حرفيا البطولات كانت كلها جاك دراجونوف جاك دراجونوف. الحين اختفى عن الساحة. خلينا نقول زي ما قلنا انا اتوقع اني حشوف كلاوديو يرجع للبطولات راح يجيب بوف اليم عندي احساس. حنشوف كمان ديفل جين ممكن يجيب بوف. خلينا نقول نشوف ايش كمان جاك الياباني اسمه نوروما. يا سلام نوروما يس 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 نوروما دوبي افتكر دوبي صح صح عليك يا عبد العزيز نوروما. يا سلام حنشوف بوف الارمور كينج. حنشوف كمان انا متحمس لبوف ازكا اللي ما ادري ايش هو يا بيري يا ضرب تسوي كراش تحتاج بوف على ما اظن. ازكا لا ازكا ترى انا الى الان اشوفها كويسه الى الان الى الان. لو في كذا واحد سالني ايش تحتاج ازكا بوفات اقول يا اخي انا مرتاح معاها ما تقريبا في ضربات بس كذا ودي انها بدل ما تكون ماينس 9 تكون ماينس 7 او 6 عشان اقدر اسوي بيري بعدها. فلكن نشوف ايش حيعطونها بس نو مور مير نيرف صراحه ما نبي نيرفات ابدا. ازكا ما تحتاج نيرفات. لي شاولان اتوقع يجي شيء. انا اشوفه قوي لسه لي مره قوي بس للي عارف يطلع قوته. هو تنرف صراحة من سيزن 2. طيب تتوقع حينرفوا زاوية مربع حقته لأنه مو طبيعية. والله ما أدري سووا الفيل اللي سووا عاد ما مرة مو طبيعية صراحة. أنا صراحة مني قاعد أشتكي من الشخصية أنا مرتاح فيه للأمانة بس يعني هو يمكن عشان الماتش أب بشكل عام ولا نولج عندي ضعيف مع بعض الشخصيات ميبي. سهلون كومبواته يقللون الأكتف فريم. هو سهل كومبواته في سيزون 3. انا اتذكر الرفعه اللي هي وير ستاندينج مثلث اكس بعد تسوي قدام اكس صح؟ هذه سهلوها يس اي سهلوها هذا اللي انا اتذكره بس المس ستيب الان والعياذ بالله. اخوي كسر الجير حق الكنترولر بسبب مس ستيب بالشرك. يسوي المس ستيب بالاسهم في نفس الوقت وفجاه يعني مو كل مره يعني ما يقدر يسوي ورا بعض لا مره بسهم المره الثانيه يطق الجير كذا بسرعه كيف ما ادري. طيب يسويها بالثنتين يعني عارف كيف؟ الله يعوضك. لذلك الجير توفى انتقل الى رحمه الله. طيب
نتوقع لحظة الماتش حيبدا بعد بضع دقائق دقائق نعم بالضبط. لا الماتش الجاي راح يكون بين تقريبا محمد سام برادر وبين يزيد. محمد من الوينرز ويزيد من اللوزرز، فهل يا ترى بنشوف ريست او لا؟ عندنا مباراة هنا قوية. تتوقع بوب ياكل ديث فيست على الراس؟ يعتبر من شخصيات الكبار؟ او بحكم ان الهيت بوكس حقه غبي كذا ما. طبعا نذكركم فعلا يا عبد العزيز لي توب تير، انا ما اقول شيء. طبعا نذكركم بان الهيت بوكس حق بوب الكرش معدوم، شبه معدوم، ما في هيت بوكس. ابشركم لان توي دخلت اسكا دخلت في كرش بوب لما كنت العب مع غازي. دخلت كذا دوو، دخلت اليمه، سويت قدام اكس اللي تسوي سكرو. طبعا خشت رجل اسكا في كرشه تمام ولا تاثر، بينما راس بوب وقع في اسكا وهي جالسه اصلا هي تسوي اف اف 3. عاد اللعبه ذي قوه كلتشات ف جلست انا اقول وات ذا فك ليه يا غازي كذا. اوكي بسم الله الجراند فاينل عندنا ذا سام براذر ويث بوب فيرسس ياز ويث بول. بسم الله فايت. اوكي مد على طول مد وبوش باك. عاد هذا المد حقته خطيره مره السوي 2 هذه. يب جدا اتوقع كان يختبر محمد اذا بيسوي شيء بعدها ولا، فنشوف ممكن نشوف المره الجايه زاويه مثلث بعدها. اوكي حاليا في بوكس بين الطرفين. اوكي نايس باك هذه هومينج بطيئه شوي. اوه نايس هومينج بطيئه شوي لكن حلوه صراحه الباك تو حقت بول. نايس ميت كروشر اوه على طول ديث فيست. ما في تفاهم ابلع ديث فيست. اوكي الراوند الاول اللي يزيد احمد الان بوكس تقريبا زي مثلث في ركبه. نايس لو اوكي ميت. شوف عطى جاب بعدها يا مسوي له تشك. نايس دك. اوه في دروب ليش؟ يمنا تاخر شويه وسواه بسرعه. انا ماني عارف ميزانيه بول زي الناس في الكومبو حقته وال ستاندينج تو. اوكي ممتاز في وال باونس بس صده يزيد. نايس دك من سام برادر. اوه زي مربع يزيد يدنك كانت بتويف بنشوف ديث كومبو. لا اوكي كذا ياخذ الراوند الثاني سام برادر. اوكي واحد الى الان بين الطرفين. نايس داك ما في بانش في سويب زي مثلث. لا ما ضبط باك تو. نايس اوكي اف اف 2 اوه وذ بانش بس nice ما whip. كان ممتاز للاسف يعني لانه كانت الحركه الكفري حقها سريع شويه فاضطر انه ياخذ حركه يعني على قلب حركه يعني. بسيطه يعني ما في مخاطره. 1 1 2 من سام برادر. نايس وول بريك اتوقع كذا معلش بلكوني بريك. اوكي سكرو يوصل جدار؟ لا ما اتوقع. او ماي جاد والله وصل جدار. نايس نايس وول كاري من ذا سام برادر وف داش في نفس الوقت تي باك ما ابي احط في نيت انتبه. اوكي نايس يزيد يبغى زاي يطلع باي شكل يزيد خلاص يزيد يبغى الديث كومبو يزيد مع ريج يحق له والله. ايوه يا اخي بس ما يرميها كل شويه كذا. لا اوكي يزيد الان ماشي من الداتي لانه محمد كان قدامه قاعد يسوي ويف داش شايف هو كان بيحاول يلقط بزاين ثلث. اوكي في تريد بس الى الان ما في كومبو قدام دائره. اوكي في ويف ما في بان. نايس بانش باك 1 2 اف اف 2. نايس 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 دك عاد ما سوى الا هيت كونفيرم. يا سلام يوصل جدار. يس يوصل جدار وصل. لا 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 1 2 اوكي انتبه لا 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 استعجل. ذكرني بواحد شوف ما يسوي سكرو رفعت ديث فيست. اوكي ميد راح الميد. نايس ماجيك فور. اوكي بيوصل جدار. نايس نايس وان سبلات والكومبو الكومبو هذه جارانتيد دامج. يس نايس ستيب بعدين زاويه مثلث لاست ميكس اب. اوكي نايس في ركبه يزيد بنشوف ديث كومبو. اوه ماي جاد اوه ما كمل. نايس دك يزيد نبغى كوع زاويه مثلث. يزيد كوع زاويه مثلث. اوكي لا يزيد بدا يروح لوات. يزيد يبغى سام برادر يدنك. نايس دك فعليا دنك فعليا دنك من جد. ايوه اوكي
اوكي راح نشوف ستيج واحد. يس في ستيج سلك واحد صفر. ستيج النخل ستيج قيس ستيج قيس يس ستيج قيس اوكي عندنا النخل ستيج قيس هذا خلاص هذا البول هذا التريد مارك حقتي خلاص نايس تك صراحة من سام براذر والله والله نايس نايس تك والله يزيد الآن جالس يفكر اوكي يزيد حاول يدخل في الزون اوكي الآن النتيجة 1-0 سام براذر زاوية مثلث وش اوكي جاب يا سلام هومينج بطيئة بس اوه اوكي سام براذر يبغى الول باونس والله بريشر قوي صراحة من سام براذر عند الدرج عاد وراء الجدار يمكن يكسر والله مدات والله شغال مدات والله لا قاعد يرمي جابات الان ببعيد. جابات اوه نايس نايس باك 3 والله لقطه والله باك 3 تاكل اوكي تاكل اوكي راح لت... أوه نايس بريك فكه. اوكي استعجل يزيد اوه الرفعة نايس راح لتاكل وفجأة هوب كيك اتوقع تكرر شاي هذي اوكي كان بيسوي ويف بانش نايس ويف بانش نايس دك اوكي الليد حاليا عند سام براذر يزيد يحتاج يقلب المومنتم يزيد يحتاج يقلبها عاد يزيد فرطه عاد انا شايف يزيد يحتاج بس اوه يحتاج كاونتر خلاص لا الجدار ما كان في صالح بانش نايس بانش اوكي في كانسل الحركه نايس يعني فرمش اوه لا 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 ضيع السايد ستيب يا سلام اوكي ما في بانش راح الخيار المد بس ما في بانش اوه يزيد اوه ماي جاد يزيد رجعني انا قلت على كانسل اوه نايس خلاص ما في كانسل ما في كانسل ما يحتاج اصلا ما يحتاج ما يحتاج خلاص كي او اوكي نايس والله حمدو كان مس انبوت صراحة والله مس انبوت يفجع صراحة مس انبوت يفجع نايس ماجيك فور يكسر يكسر جدار يكسر اوه لا والله اوكي كرش ميت اوه نايس يعوضها عارف ما عندي مشكلة يعوضها بلونشر ثاني حيوصل عند جدار نايس وول سبلات يا عيني على الكومبو نايس القفزة اوه ماي جاد نايس ستمب اوه ماي جاد وليد محمد راح يلعب وليديات ايش سويت بالعالم يا وليد ايش سويت بالعالم قل لي اوه نايس قريبا ما في كونفيرم اوه نايس ريس درايف يا ساتر يا ساتر على ريس درايف اوه يا بطني برضو ما كفوا الريس درايف لازم يسوي واحده ثانيه اوكي كل ما يلعب عن نوتشن هو فرق اوه نايس كاونتر الله هذه كاونتر سكرو ديمو مان نايس كومبو دامج اوه نايس زاوية مثلث بس ما رفعت اف اف 2 نايس زاوية مربع يزيد شغال مدات لا غريبة ما كمل كومبو نايس ماجيك فور نايس ماجيك فور والله انديد صراحة اوكي اوه اوكي راح للمد نايس 2-2 فاينل راوند اوكي سبيسينج اوكي الهاي هذه بس طبعا كونتر سكور زي مربع نايس ستيب نايس ستيب سويب اوه ماي جاد انا ما ادري الحين دي هنشوف سكرو حينزل الجدار يا سلام طبعا اذكركم بان المكان الستيج هنا مره جميل اوكي ما في بانش اف اف 2 نايس اوه بوي نشوف الجدار ترى ما اتوقع حيقلب الجيم ولا انا متهيألي اوه ماي جاد نشوف الجدار اوه ماي جاد في الظهر اوه ماي جاد في الظهر اوه كيت شارب ليتس جو يزيد احييك اوه احييك وبقوه طبعا يا شباب نذكركم ان الكي تشارج ليس ديسريسبكت وانما يشيل عنك الدبريشن والبريشر كله هولي شت يا اخي من ظهره من الظهر انا ما ادري كيف قام كذا سوى انا ما ادري كيف قام ذا سام براذر لكن والله دات فيست من ورا اهم شيء الكي تشارج تحسه كذا غسل العرق عنه كذا غسل الضغط البريشر اللي فيه كده شال اوه رحنا للستيج ذا سام براذر اوكي ستيج الان النتيجه 1-1 يزيد على طول هذه اسمها الستيج الجبري
خلاص جبري ستيج جبري ستيج اوكي في بريك المسكة حلو نايس ثرو بريك اوه ما في بانش زاوية مثلث بس ما رفعته اتوقع لان محمد كان جالس نايس ستيب اوه ماي جاد لكم شوف الدمج في الظهر هذه كلها مضمونة ورا يزيد ما يمزح على طول زاوية مثلث اوكي حلو الصبر من يزيد كالعادة محمد يكمل السترينجات 1-1-2 نايس بانش اوه لو بيري شوف دمج عاد حنشوف دمج حنشوف دمج اوكي او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد يزيد يحتاج لانش بس يزيد او ماي جاد نايس ميد من ذا سام برادر نايس ميد ذا سام برادر اوكي حلو عاد لا ننسى عاد يزيد وراه مشوار طويل وعريض عشان الريست جدا اذا محمد يفوز من الحين فيزيد وراه مشوار طويل مره يزيد لازم يدخل وبقوه ما يعطي نفس لمحمد بس صعب هالكلام يسوي يتنفر طبعا اوكي نايس ميد نايس بانش اوه ماي جاد والله نايس رول باك صراحة اوه الرمي هوب كيك از هوب كيك اختار يس اوه ماي جاد على الراس نايس يزيد نايس كومبو من يزيد اوه نايس وول كاري صراحة نايس ما شاء الله شوف التوصيل من برادر والله صراحة نايس كومبو اوكي نايس بونش ورس فلات ويكمل الكومبو يكمل كومبو ليش لا هيوصل الجدار الثاني يوصل لا. عندها تقريبا أوكي. بس حل... اوه ماي جاد نايس نايس بيرفكت راوند من ذا سام برادر محمد يقول ما راح اخليك تسوي بريست نايس ميد دات اوكي ركبه من اوه سويب نايس سويب ثاني جبري ستايل سويب ثاني صح اوكي لا اوكي كونتر نايس شوف محمد معودنا دائما اوه بلاك هول بعدين كانسل يسوي سويب دائما مرتين ترى اوكي نايس حلو رانينج 3 او ماي جاد رانينج 3 من قريب انا اتملح لا شفت الرانينج 3 من قريب نايس اوه راحت الديفست في دروب والله ضاعت يس اوكي يزيد يحتاج 1 لانش نايس يزيد عيني على الشريدر جدار سايد وول اوه جدار او ماي جاد نايس نايس بلوك من صح ذا سام برادر لا هو صراحة سوى سايد ستيب ودنق على ما اظن فيه بالضبط اوكي 2-1 اوكي نايس. هيغير يزيد هيغير نايس يزيد هيغير نايس ستيج النخل راح نشوف ولا ستيج جيس اوه اوكي نشوف ستيج جيس يا اخي سبحان الله اخذ ستيج جيس كذا تحس في تميمة حظ في ستيج جيس اي لاعب بول يختار ستيج جيس يفوز على طول حتى لو ما كسر الجدار خلينا نشوف يعني قبل شوي شفنا يزيد فاز رغم انه ما كسر ولا جدار بس انه فاز هو المباراة اللي فاز فيها كان في ستيج كيس يس ممتاز بالضبط فهل حيعيدها مرة ثانية؟ We will see We will see We will see Anything can happen in Tekken Yes Anything اوكي يزيد الآن نايس نايس رفع من ذا سام برادر يوصل جدار يكسر جدار ولا لا نايس كسر جدار سكروب يوصل جدار الان محمد هو اللي صار يمشي في الماب مو يزيد نايس دك اوه في دروب في دروب لكم في دروب داش 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 نايس عاد ذا سام برادر اللي انكسر هذه جارنتيد الحركه هذه ذبحني فيها غازي كل شوي يسويها جارنتيد هذه اللي بعدها لو بالضبط ايه اوكي نايس دك ما شاء الله على محمد اما انه يخمن اول موفمنت حقه كذا يخليه يدنك تلقائي ما بتذكر نايس دك او ماي جاد نايس ليتس جو سكرو يوصل جدار اوه لا حرام ما لحق على الضربه الثانيه او ماي جاد كان يدي يكمل الكومبو صح على وشك انه يبلع الديمو مان وراه جدار ينكسر حرفيا الحين يبلع كومبو ياخذ الراوند يزيد اوه لكن قلبت الطاوله نايس سكرو يوصل جدار يوصل البلكونه او ماي جاد الضربه الثانيه ما وقعت قدام قدام دائره نايس او ماي جاد بكم لا حرام ما لحق اه بنشوف لو بيضرب لو واحده ثانيه لو ثانيه تكفى لو ثانيه يزيد دود او ماي جاد قلنا لك لا لحظه ليتس جو كيتشات ما اتفقنا ايش صار ما اتفقنا ايه
هو صراحة شيء يقبل الوان ستاندينج ما شبكة الضربة الثانية يعني هو سوى ديلي للضربة الثانية هو أصلا يمديك سوي ديلي للضربة الثانية عجيب عجيب كيف ما جات أنا أقول لك أي شيء يصير في تكن أي شيء عفير أي شيء يصير ما له محمد للأمانة يا حبيبي أو ماي جاد أو ماي جاد في كنسل أبلوكبل يزيد 11 لانش اوه تريد بدأ بيبنش دنك لو كان باقي له اتش بي شوية حيسوي رجعة كنسل اكيد فزي ما قلنا ما في شيء مستحيل في تكن يعني لا تستغرب وباندا شال بطولة يعني عادي ايزي جدا دود خلي سيبك من باندا دحين عندك بوب سول وان ستاندنج حقه اللي هي ال 14 ممتاز ايه اوكي ما الحركة ما فيها ديلي كيف صدر الضربة الثانية هي ضربتين تيجي الاولى تشبك الثانية على طول ممكن عشان الرينج انت شايف انت او ماي جاد انت شايف اللي انا قاعد اشوفه او ماي جاد نايس والله خشوا بعض كمان ام دن ام دن خلاص ما بعلم نحول سوب كاليبر يلا خلاص لا 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 يا عمي تو ماتش كده او ماي جاد نايس بيكسر جدار يكسر نايس دفلس او ماي جاد ديمو مان في بانش والله يلحق يس يس والله يلحق ترى بوب اوكي اوكي نايس نايس يزيد شرودر 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 غردة وين والله صراحة كنت بشرح لك ايوه فعلا بوب يقدر يوصل شايف يقدر يفنش فباغتنا يزيد بالشرودر فجأة كذا شطح يزيد بالشريدر و لحظة محمد اخذ ريماتش؟ لا لا اوكي حول ستيج اوكي شوف على كلامك كان صح يا استاذ وليد انه ستيج قيس فيها تميمة حظ اللعبة يس 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 في بركة لستيج قيس للعيبة بول جدا رغم ان ستيج القست كاركتر ما ادري راح ايش راح يسوون في تكن 8 لكن والله بداية الراوند كذا تريد مرة واحدة اوكي ليتس جو نايس اوه وليد اوكي ما في وير ستاندي وليد ياك سويب ثاني لا اوكي ما في سويب ثاني اوبا نايس دك نايس راح يرد الثاني في الكاتشي اوه والله والله ما احترم الريش درايف يزيد والله ريفلكس عند الجبري ما شاء الله تبارك الله يعني انا عاجبني هذا صراحة نايس بانش اوكي محمد ما كمل سترينج ما كمل سترينج لانه ممكن يكون بانش يعني بالضبط اوكي ما كمل كان بعيد شويه كان بعيد شويه ليش يا محمد ان اليوم يقوم على ظهره في اشكاليه اوكي بولي كمل سترينج نايس زاوية مثلث قلت لك زاوية كونفيرم لا يا يزيد في دروبات انا شايف في دروبات اليمه عند الشباب مشكله اوف لاين يعني. اوه اللو اوكي ان اليوم ما شفنا اللو طبعا عند محمد طبعا دمج الكومبو مو ذاك الزود بس الاوكي حقه تقريبا كويس جبري ستايل ليتس جو ليتس جو اخيرا شت جست جات ريل انا فخور بنفسي اني نشرت ثقافه التشارج بين كوميونتي الرياض انا فخور صراحه انا فخور اني نشرت هذه الثقافه بين كوميونتي الرياض لا 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 تستبعد ترى ممكن علي بابا يقلبها ترى انا مبسوط حاليا يا شباب قاعد اشوف كي تشارج ومستانس نايس رفعة من علي بابا لا لا ما في رو سبلات نايس ما في ثرو بريك طبعا هذه مثلث صحيح يس يس اوكي اوكي نايس النطحة شوف كرشت الجاب حق بول والله الحركة دي حلوة والله نايس هجوم ايش الهجوم نايس في كم ليتس جو يا شباب انا مبسوط والله محمد انا مبسوط تسام برو انا مبسوط يا شباب انا مبسوط يا شباب اي كان اللي قاعد يصير انا مبسوط هل نقول الف مبروك لذا سام برادر الف مبروك نعم حقق المركز الاول الف مبروك اشكره هو بعنف عاش الجبري يا اخي عاشت عائله الجبري محمد انا مبسوط حاليا دام محمد ممتاز. انا مبسوط حاليا كل شيء ابغى اشوفه شفت التيباك شفت الكيتشاب صراحه من ذا سام برادر شيء عظيم صراحه هذه اشكركم يا شباب اشكركم صراحه سجل في التاريخ سجل في التاريخ البطوله هذه راح احفظها عندي راح
شوي حسوي ريستريم احفظ البطوله هذه لحظه تاريخيه لا يمكن ان تنسى جدا والله يا عاد صراحه نايس جيمز والله بتعتونا صراحه يزيد ومحمد يا شباب جي جيز الف مبروك لمحمد ومركز الثاني يزيد المركز الثالث ريان ريان ممتاز وشكرا للشباب حقين يستي ما قصروا نشكر طبعا الشباب المنظمين العسل